نبدا بسم الله الرحمن الرحيم ونرحب بكل حضراتكم معانا النهارده في يوم جديد وحلقه جديده والستات ما عرفوش يكذبوا. مساء الورد والفل عليكم ومساء الياسمين على ياسمين. مساء الفل عليك يا هبه، وده اليوم اللي بلتقي فيه مع هبه عشان يوم الاثنين بيجمعنا احنا الاثنين، بتوحشيني. ويوم جديد ان شاء الله وحلقه جديده وستات ما عرفوش يكذبوا. مسي على حضراتكم ان شاء الله حلقه متميزه جدا تعجبكم، ما تروحوش في اي حته، مستنيينكم باذن الله. طيب يمكن طبعا يوم الاثنين وكل اثنين اثنين مع بعضيهم كل اثنين اثنين، كل الاحبه اثنين اثنين زي ما بيقولوا. متفائلين واخبارنا النهارده ان شاء الله حلوه، والانترو بتاعنا فيه اخبار كتيره مبهجه مبشره بالخير، وكل الاخبار ان شاء الله هتكون معانا بالتتابع من خلال الانترو بتاعنا النهارده. ولكن نبدا حلقتنا يمكن بخبر زي ما قلنا كله خير لانه مرتبط بالزراعه والانتاج. النهارده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح المرحله الاولى من موسم الحصاد لمشروع مستقبل مصر، وكمان شهد الرئيس موسم حصاد لبعض انواع الفاكهه، ويمكن اول تجربه في مصر لاستخدام الميكنه في حصاد قصب السكر. الرئيس كان ليه كلام مهم جدا قال فيه ان الدوله المصريه بتحقق الاستفاده الحقيقيه من كل نقطه ميه لصالح الزراعه، وان احنا خلينا مسار العمل فيها بالطريقه اللي يمكن يعني او الطريقه اللي احنا ماشيين بيها دلوقتي اللي تخلي القطاع الخاص مهم جدا انه يكون ليه تدخل في اداره المشروعات، واداره متقدمه وناجحه وكفاءه في الاداء، وتتحط في محل الاعتبار في اي عمل بيقوموا بيه. تعالوا مع حضراتكم نشوف جزء من كلمه الرئيس النهارده ونرجع لكم مره ثانيه. في جزء احنا بنقوم بيه كدوله، ويمكن ده النقطة المهمة الأولانية اللي أنا عايز أتكلم فيها. بس أنا عايز أقول لكم على حاجة هنا قبل ما أتكلم، ليه أنا بقول للقطاع الخاص إحنا تصدينا كده؟ يعني ليه تصدينا للمشروع ده؟ يعني هديكم مثال بسيط جدا جدا. لما جينا نتكلم على الأراضي اللي موجودة هنا ديت، وإن إحنا نجهزها عشان تبقى تنتج في مجال الزراعة، أنا بتكلم على زراعة تقليدية خالص، يعني مش بتكلم أبدا لا حتى على زراعات تكلفتها غالية، لا أنا بتكلم زراعة مية وكده. فكانت البداية خالص في الجزء اللي هو يمكن مظلل باللون الأزرق ده، وده كان على المية الجوفية. وهنا قابلنا تحدي إن المية ديت السيطرة عليها وعلى الاستخدام ما يكونش استخدام جائر، وفي نفس الوقت ان هي تقدر تخدم معانا اكبر وقت ممكن للانتاج الزراعي. وانا هنا بتكلم على المية بقى، وبقول لبهاء وبقول لكل اللي بيسمعني من المستثمرين، كله بيناقش القضية في اطار ان المية متوفرة فهو يزرع بيها، وده امر يعني طبيعي وموضوعي يمكن. لكن انا عايز اقول للي بيسمعني، الميه عندنا في مصر مش متوفره بالبساطه ديت، ولو احنا عايزين نستفيد استفاده حقيقيه من كل نقطه ميه، احنا محتاجين ان نظم الري تتطور جدا، ونظم الزراعه تتطور جدا، وحتى التقاوي البذور المستخدمه تتطور جدا. يعني ايه؟ يعني زي ما اتقال كده ان احنا ناخد ميه صرف زراعي ونعيد صياغتها. بس انا بقول للناس واحنا بنتكلم كده انك انت وانت بتعالج الصرف الزراعي بتخلي الميه زي ميه الشرب صحيح، ولكن نسبه الملوحه فيها بهاء عاليه ستة. بتبقى عاليه شويه، وبالتالي مش كل المحاصيل اللي ممكن الميه دي تخدمها زي ميه النيل او زي ميه الابار اللي ملوحتها مناسبه. لا، بيبقى في عندي محددات في استخدام هذه الميه في زراعات محدده. لكن هل وزاره الزراعه والباحثين ممكن يشتغلوا معانا ويحلوا لنا جزء؟ اكيد. لو النهارده بقينا في والعالم ممكن يكون في شركات بره سبقتنا واشتغلت على ان تطلع زراعه بدرجه ملوحه اعلى من اللي احنا شغالين فيها. الحمد لله، ولحد النهارده في الكام سنه الاخيره يعني تم استصلاح
يعني 800,000 فدان، والخطة إن شاء الله إحنا نوصل ل 4.5 مليون فدان لحد سنة 2027. تحية لسيادة الرئيس وكل المزارعين والناس اللي بتشتغل بضمير عشان ننتج ونكفي نفسنا ونصدر أحلى تصدير في العالم. نقلة جميلة جدا ومبروك لمصر. طبعا يعني هو الخبر يمكن شويه فيه بعض التفاصيل للي دايما يحبوا ايه يسالوا، هنسميها يسالوا مش هنتكلم باي سوء نيه. اولا النهارده يعني الرئيس اتكلم بالارقام على بند واحد بس، بند واحد بس كلف او يعني اخذ من ميزانيه الدوله 196 مليار جنيه. طبعا ده اللي هو بند تطوير مصادر المياه في مشروع واحد من ضمن مشاريع الدولة. طب ايه أهمية يعني المياه للدولة؟ اكيد كلكم عارفين المياه هي اساس الحياة لاي كائن حي، مش بس لدولتنا ولا لبلدنا. وفي ظل طبعا بعض مش هنقول طبعا تهديدات اعوذ بالله، السخافات اللي بتحاول بعض الدول انها تمارسها على مصر في مصادر نهر النيل، مشروع زي ده مشروع لا غنى عنه. نيجي مثلا بعض الناس تقول لك طب وايه اهميه تطوير الطرق وتطوير مثلا اماكن زي محور الضبعه ولا طريق الصحراوي الجديد ولا وادي النطرون؟ ما هي الطرق دي لو ما كانتش اتعملت كويس واتطورت وبقت مؤهله انها تنقل المياه وتنقل كل يعني كل ما هو احنا في حاجه ليه ان هو ينقل، ما كانش الزراعه تمت او وصلت للمساحات اللي احنا شفناها، فكله بيكمل بعضه. المشروع كبير ومكلف والطريق طويل، ولكن لا غنى عنه لينا ولولادنا اللي جايين بإذن الله والأجيال اللي جاية اللي هيدعو لنا بإذن الله على كل خطوة بتتم في خطة تطوير مصر والحفاظ على أمنها وسلامتها وأراضيها وأهلها. ده حقيقي، ودايما سيادة الرئيس يستشهد بالجملة من لا يملك قوت يومه لا يملك قراره. احنا هيبقى عندنا انتاجنا وفير وبنصدر منه والحمد لله ونكفي نفسنا، وزي ما شفنا احنا الدولة ما هي شغالة في كل الملفات في وقت واحد. انت يعني يمكن اللي يبص نظرة من فوق على كل اللي بيحصل يدهش، يعني انتوا بتعملوا هنا وبتعملوا هنا والعاصمة الإدارية والعالمين والمحافظات كلها. تطوير وتنويع مصادر المياه مهم طبعا. تطوير الطرق اللي رابطة كل المشاريع المصرية وتقدر تخلينا ننمي صناعتنا وزراعتنا واستثماراتنا شيء مهم لا غنى عنه. بالظبط، الحمد لله هنستشعرها في الفترة اللي جاية. اللي مش شايف من الغربال يبقى معلش سوري. النهارده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم عن افتتاح مساجد آل البيت، وتحديدا السيدة زينب وسيدنا الحسين، وتعليق الناس على التجديدات اللي حصلت. يعني الرئيس سيادته كمان علق وقال في كتير قالوا ان الحكومه وسياده الرئيس السيسي دايما بيحب يعمل كل حاجه زياده عن اللزوم شويه، فرد عليهم وقال شوف المسجد بتاع السيده زينب والحسين، طبعا لما ادخل اعمل فيه واشتغل فيه وارفع كفاءه مسجد يبقى ادهنه من بره وخلاص؟ ما ينفعش، لا طبعا لا يليق ببيت ربنا، ما يتعملش الا صح. بنحاول نعمل أقل تكلفة في أقصر وقت ممكن وأقل سعر عشان الحاجة تطلع للناس وتستفيد بيها. وخلوا بالكم النهاردة يعني طبعا زار فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مسجد السيدة زينب بالقاهرة، واستعرض وزير الأوقاف لشيخ الأزهر أعمال التجديدات اللي حصلت في المسجد واللي امتدت عشان تشمل المقصورة الجديدة للضريح والترميمات الأثرية داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية والزخارف المعمارية الرائعة والتطوير الشامل لخدمات المسجد ومرافقه كمان وباحاته ومآذنه. طبعا اطلع فضيلته على التخطيط العام لعملية التجديد ومراحل تنفيذها، وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره لجهود الدولة وحرصها على رعاية وترميم المساجد والأثار الإسلامية اللي بنفخر بها قدام العالم. وطبعا امبارح بعد الافتتاح الرسمي للمسجد كان فيه آلاف من المصريين بيزوروا المسجد وبيصلوا فيه، وكان فيه تجمعات كبيرة جدا جدا، وشفنا صور للناس وهي بتحتفل وناس بتوزع شوكولاتة كده لوحدهم متبرعين. الحقيقة الافتتاح والتطوير كان مبهر يا هبة بشكل كبير جدا جدا، ولسه إن شاء الله باقي مساجد آل البيت هيتم تطويرها بشكل يليق بيها وبمصر شكلها الجميل. كمان قناة الحياة كانت من قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اللي أذاعت صلاة العشاء امبارح من مسجد السيدة زينب وعلى الهواء مباشرة، وده لاقى إعجاب ناس كتير جدا جدا. كنا سعداء واحنا بنشوف صلاة العشاء امبارح يا هبة. صحيح صحيح، يعني عقيلة بني هاشم حفيدة سيدنا النبي بنت البتول وسيدنا علي، كوكب بين كوكبين، أخت الحسن والحسين،
رئيسة الديوان الطاهرة أم هاشم، صاحبة الشورى أم العواجز وأم العزايم، الكريمة السيدة زينب اللي جت شرفت أرض مصر وأهلها. ويمكن يكفي مصر من الأمن والحماية والحفظ والفرج إن دعت لها ستنا زينب وقالت: يا أهل مصر نصرتمونا نصركم الله، وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعنكم الله، جعل الله لكم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. سيدة زينب لخصت طبعا رضي الله عنها وأرضاها في دعائها لمصر كل شيء، وعشان كده دايما بنقول مصر المحروسة، لأنها فعلا محروسة بدعاء أهل البيت. أهل البيت يعني نسل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والأولياء والصالحين وأبنائها، والإخلاص ده والتعلق ده والحب ده لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولكل الأنبياء، والحب ده لله لعمارة الأرض ولعبادة الله وتزكية النفس. ورغم أنه بيمر على مصر أزمات كتيرة من بداية التاريخ ومحن كتيرة، إلا أن بالفعل مصر محروسة ليوم الدين، وهتفضل دايما محل الجذب ورمانة الميزان، وربنا يجعل لها دايما من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج. ويا رب احفظ مصر اليوم القيامة إكراما واستجابا أو استجابة لدعوة سيدنا النبي ودعوة ستنا زينب الطاهرة رضي الله عنها تعالى وأرضاها. ويمكن برضو واجب الشكر النهاردة مؤسسة مساجد، كتير من الناس بتسأل هو البهرة دورهم إيه؟ أولا نتكلم الأول عن مؤسسة مساجد، ويمكن ده الخبر من مصدر موثوق فيه رئيس مجلس إدارة مؤسسة مساجد اللي بيتولوا كل شؤون مسجد سيدنا الحسين ومسجد ستنا زينب ومساجد كمان كتيرة لسه هنعلن عنها، من صيانة وترميم ونظافة وأمن وكل شيء، برعاية طبعا وتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولكن البهرة حبا في آل البيت هم اللي يعني أهدونا المقصورة الرئيسية في سيدنا الحسين، اللي طبعا يمكن لا تقدر بمال لأنها كلها مصنوعة من الذهب والفضة، وكذلك المقصورة الرئيسية أو المقام زي ما بنسميه احنا المصريين في مسجد ستنا زينب خالصة من الذهب والفضة حبا في آل البيت. فكان واجب الشكر ليهم من دولتنا ومن رئيسنا ومننا كمصريين، ولكن طبعا بنشجع كل المصريين ومحبي آل البيت، كل جهود اللي بيقوم بها مؤسسة مساجد هي بتبرعات ومشاركات رجال أعمال مصريين وأفراد مصريين محبين لآل البيت ولسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فبنشاركهم وبنشكرهم. يا رئيسة المحكمة أنا عندي مظلمة، وحشني سيدنا النبي والروح صلطمة، والروح صلطمة، والنبي حضرتي أنا جيت في حجرتي، والنبي حضرتي عاش من في حضرتي، اديني امضيتك أزور سيدنا النبي. وحشني سيدنا النبي والروح صلطمة، والروح صلطمة، سجلي شكوتي واسبابي وعلتي، سجلي شكوتي واسبابي وعلتي، واكتبي قضيتي، عاشق سيدنا النبي، عاشق سيدنا النبي. ما زلنا بنواصل فقراتنا وحلقتنا. عندنا ايه النهارده؟ عندنا مجموعه من الفقرات المميزه جدا، معانا فقره عن اعمال الخير من جمعيه البر والتقوى، ويكون ضيفنا فيها دكتور يسري عزام امام وخطيب مسجد او جامع عمرو بن العاص. وبعد كده يا هبه، بعد كده النهارده معانا زي كل يوم اتنين صالون الستات، والنهارده صالون الستات بنتكلم فيه عن النكد، هنعرف تحديدا مين السبب في النكد في البيت، الراجل ولا الست؟ طبعا ضيوفنا هيكون كل واحد فيهم ليه راي مختلف. هيكون معانا يحيى فؤاد استشاري العلاقات الاسريه، والمهندس احمد العجمي، ميار ابو كتير من مشاهير السوشيال ميديا، ورنا عاصم وجوزها عمرو طيفور، وهنعرف منهم يا ترى النكد وضعه ايه بالظبط ونقضي عليه ازاي. خمس ضيوف معانا في الصالون، ارائكم كمان تهمنا، ابعتوا لنا على صفحتنا على بوست مين السبب في النكد مش في الحب جوه البيت. وطبعا دي فقره مهمه جدا جدا، اعتقد انها ان شاء الله هتنال اعجابكم، ربنا يستر ونهدي النفوس ان شاء الله. هو اسمه صالون الستات عشان صالون الستات ما فيهوش يكذبوا، لكن أيوة. في رجاله نسمع رايهم ونسمع الراي الاخر طبعا،
ونختلف معاهم. احنا ديمقراطيين واحنا ديكتاتوريين. ايوه. طب بعد كده هيبقى عندنا هبه فقره مهمه عن عيادات المراه الامنه اللي بتقدمها وزاره الصحه لدعم السيدات ومناهضه العنف، هينورنا فيها دكتور ساره يونس منسق عام البرنامج الخاص بعيادات المراه الامنه. واخر فقراتنا هبوبه على الهوا مع شيف محمود ومطبخ الستات، ان شاء الله هتعملوا ايه؟ بصي بقى النهارده احنا عاملين مفاجاه للجمهور. شيف محمود قال لي عايز تنزلي الملعب انزلي الملعب. أيوة. فالنهارده هعمل لكم كبده وكلاوي بالطريقه الاباصيريه. تابعونا فيها. بالتوفيق ان شاء الله في نهايه الحلقه، ونشوفكم على خير بعد الفاصل ان شاء الله. ان شاء الله. مرة تانية رجعنا لكل حضراتكم، ويمكن عودناكم كده ان احنا كل فترة لازم نتكلم عن فقرات ومواضيع تهم المرأة، ويمكن برضو قلنا كل فترة في خدمات بتمتد حسب المنطقة الجغرافية لخدمات عيادات المرأة الآمنة. العيادات دي من ضمن مبادرة أطلقتها وزارة الصحة عشان تقدم الدعم للسيدات المتعرضات للعنف على أصعدة مختلفة، من أول الدعم النفسي وصولا للدعم الطبي، إضافة كمان لأوجه دعم أخرى. طبعا ده بيتم بالتكامل مع مجموعة من الوزارات والهيئات. فالنهاردة قررنا ان احنا نسأل وصلت لغاية فين هذه المبادرة، وايه اهم الخدمات اللي بتقدمها، ومين هم المستهدفين او المستهدفات منها، وازاي بيتم التوصل لهن. يسعدنا في هذه الفقرة تكون معانا ضيفتنا اللي منورانا الدكتورة سارة يونس منسق عام عيادات المرأة الآمنة. واهلا بيك يا دكتور، منوره الدنيا كلها. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور ساره، منورانا في ستات ما فيش يكذبوا. وبدايه زي ما قالت هبه، عايزين نعرف الناس اللي بيشوفوكي ايه هي عيادات المراه الامنه. عيادات المراه الامنه دي تعتبر وحدات استجابه طبيه للسيدات اللي بيتعرضوا عن العنف، وبنحب نقول عليهم في وزاره الصحه الناجيات من العنف، لان تعريف الناجيه بيدي للست او السيده جزء من التمكين او القرار ان هي صاحبه القرار، انها تقدر ان هي تقدر تنجو بنفسها من اي موقف عدت بيه. طيب يبقى احنا قلنا هي وحده استجابه طبيه للتعامل معاهم، وده من مبدا طبعا تعزيز صحه المراه المصريه، مش بس الجسديه ولكن كمان النفسيه، لان طبعا اكتمال صحتها ده تعتبر نواه لرعايه اسرتها كامله. بدأت المبادرة دي إزاي؟ بدأت المبادرة دي ما بين المجلس القومي للمرأة مع صندوق الأمم المتحدة سنة 2018 بإنشاء 15 وحدة للمرأة الآمنة في المستشفيات الجامعية. بعد كده تطرقت وزارة الصحة وقطاع الرعاية الصحية والتمريض المتمثل في وحدات الرعاية الصحية الأولية، إن ليه ما نبدأش إحنا الخطوة دي، خاصة إن وحداتنا أو وحدات الرعاية الأولية بتبقى هي النواة الأولى لاستقبال المترددات على الوحدة، سواء بقى كانت فتاة مثلا في السن المدرسي وهتعمل فحص مدرسي، سواء هتبقى مقبلة على الزواج وجاية مبادرة فحص المقبلين على الزواج، بعد كده هتبقى حامل فبتيجي تاخد عندنا خدمات رعاية الحوامل، بعد كده هتبقى أم وبيجيب طفلة للتطعيمات، هتيجي تاخد خدمة تنظيم الأسرة، مترددة لأي خدمة طبية بتاخدها جوه الوحدة. والإحصائيات الأخيرة اللي اتعملت آخر 2021 على عينة من المجتمع الريفي والحضري على مختلف المحافظات، لقينا ان 31% بتتعرض للعنف، منهم نسبة 25% تقريبا بدني، و5.6% جنسي، 22.3% نفسي. من هنا بقى جت رؤية وزارة الصحة، لا احنا محتاجين نقف، خاصة ان العواقب الصحية للعنف، لان السيدة دي بتجيلنا الوحدة ممكن تكون داخلة الطوارئ بسبب كدمة او داخله غرفه الاسنان لاي مشكله في درسها. معانا على الشاشه اهو يا دكتور، اطمن والرقم الاتصال وكل الارقام كدا. عشان اطمني، عشان يبقى معاكي عارفه ان وراكي مؤسسه محترمه ومتعدده الاتجاهات. وبناء عليه حكوميه فور فري وفي سريه تامه. طبعا بالظبط كده، وفي سريه طبعا. تمام. طب يمكن برضو من اهم الاسئله اللي ممكن تيجي في بال اللي بيتفرج علينا النهارده او اللي بتتفرج علينا النهارده، تقول لك يعني ايه بمشاركه يعني هيئات مختلفه ووزارات مختلفه؟ يعني انا النهارده لو بعاني مثلا من عنف اسري او لا قدر الله تحرش جنسي او
مين الجهات التانية؟ ما هي بتخاف بقى على خصوصية الموضوع. تمام. مين الجهات التانية وإيه دورها؟ فعايزين نشرح طبعا ده للناس بشكل يعني أوكي. عملي من حضرتك. هو عشان نقول الجهات والهيئات، بنتكلم إن سنة 2019 تم إطلاق مبادرة الإحالة الوطنية طبعا برئاسة المجلس القومي للمرأة مع باقي الوزارات. طبعا كنا وزارة الصحة الوزارة الأول في الإعلان ده طبعا، ومعانا طبعا القضاء، ومعانا الداخلية، ومعانا قطاع المجتمع المدني. علشان الست اللي تعرضت للعنف لو بدأت من نقطة معينة في أي حاجة من الوزارات دي وحبت تاخد خدمة أخرى تتحول إليها. يعني لو بدأت القصة أن هي راحت اسم الشرطة بحيث أن هي توجه دعوة أو بسبب التعرض للعنف، طيب هي مثلا مصابة أو يبقى ساعتها هيحولوها لأقرب وحدة لعيادة المرأة الآمنة بحيث أن هي تتلقى الخدمات الطبية. طب ده كويس، ده تعاون بينكم وبين الداخلية، ده تعاون بيننا وبين الوزارات الأخرى. وتم اعتماده في نظام إحالة وطني معتمد بحيث أن الست تاخد كافة خدماتها اللي هي بتحتاجها، تغطي كل جوانب الموضوع اللي هي عايشاه صحيا ونفسيا ودعما ماديا قانوني وماديا، كل جهات الدعم متوفرة ليها اللي هي بتقرر أن هي محتاجها. دكتور سارة، ازاي المبادرة تطمني يعني تقضي على زي ما نقول ايه، الوقاية خير من العلاج؟ ازاي بتقضي على العنف؟ حضرتك بتقولي 31% من النساء معنفات، منهم 25% تاع عنف بدني. ازاي بتتكلموا هل مع اللي بيعنفها او اللي بيقوم بالدور العنيف معاها؟ او التعامل بينا كمقدم الخدمة والحالة المعنفة فقط. لكن ملناش دعوة بالطرف الآخر اللي هو صاحب العنف. وعلى فكرة التاني الآخر عايز جزء من الوعي برضو، عايز بالضبط كده. ساعتها طبقا لاحتياجها، لو هي، لأن أكتر حد بيبقى عارف المشكلة هي السيدة نفسها، صحيح، وهي أكتر واحدة صاحبة عارفة المشكلة، صاحبة المشكلة، وهي أكتر واحدة عارفة الحلول. فممكن تبقى من ضمن الحلول اللي هي بتعرضها علينا عشان نساعدها فيها، إن ممكن لو حد اتكلم مع الزوج أو مع الأسرة في شيء معين يجي منه، يجي منه. فطبعا كان في توجه من الأزهر في ده في إنه يعمل لم الشمل، وليها مراكز وأماكن على مختلف المحافظات، بنديلها العنوان والرقم وبيتم التواصل وبتبحث المشكلة بتاعتها مع لم الشمل تبع الأزهر. طيب طبعا دكتور سارة، احنا مش عاوزين نكون يعني صادمين، ولكن اكيد في حاله معينه مثلا وقفتي كده قدامها وقلتي ايه ده، معقوله في كده؟ هو في انواع للعنف كتير. دايما لما بنيجي نقول كلمه عنف نلاقي دايما اللي جه في بالنا الضرب. لكن مبدئيا التنهيده دي معناها ان انت نور في عقلك مواقف او موقف معين او حادث معين لسيده ما. كتير. احنا طبعا من ضمن سرية البيانات ما بدون اسماء بدون طبعًا. اسماء طبعًا. بس في حالات قد تصل للانتحار، يعني وصلت ان هي لانها فاكره دايما احنا لما بنقف مشكله يقول لك انا المحور الكون، انا لوحدي اللي في المشكله دي. ليه حصل فيها ايه عشان توصل للتفكير ده؟ حاجات كتير، سواء من الزوج. ما تقول لنا بعد اذنك يعني، انا ليه عاوزه اعرف؟ ما بنقولش اسامي خلاص، بدون اسماء الموقف نفسه، لان لعل في تذكره او لعل في عبره للاسر، ويشوفوا بناتهم لاحسن حد مخه او مخها ياخدها لرد فعل زي ده. فعايزين نعرف الموقف مش الاسماء. الموقف مش الاسماء. طيب مثلا عنف بدني وصل انه قضى على عين من العينين نظرا لقوه القدره البدنيه ولا من شريك الحياه. ودايما بما ان انت لقطتي الحته دي، انا دايما اقول في تدريباتنا لمقدمين الخدمه ان اكتر حد معنف للمراه مش الرجل، هي المراه ذات نفسها. المراه ذات نفسها من اول ما كانت حامل في البنوته وشايله هم ان الزوج يبقى قلقان ان ده بنت مش ولد. حصلت ان تبقى ولدت الطفله دي ومعاها مثلا ولد بيرضع، لا تفضل ترضع الولد ما ترضعش البنت. التفضيل عدم المساواه ما بين الذكر والانثى، قومي اخدمي اخوكي، قومي اعملي له كذا، مفيش ده. فنشا ان بقى السيدات تشوف ان ده العادي، تحس انها لا تستحق تتعامل بشكل وتشوف ان ده العادي. لو ضربت من اخوها لو حصل أو من بقى معاها برضه اللي هو لو ابنها ضرب بنتها ده العادي، لو جوزها زعق لها بكلمه او كده ده العادي، ما انا اتربيت على كده. فطبعا دي كانت بتبقى من العوائق الشديده جدا على ان احنا نخلي المعنفه دي تبدا تفصح، لان هي عمرها ما تيجي الوحده عندي تقولي انا تعرضت للعنف.
عمرها ما تحصل. هتقول لك ايه، ما بيجوا بيبقوا بيداروا على الموقف، يقول لك انا وقعت من على السلم، انا ما بدخلش الحياه. ده بقى اللي بندرب عليه مقدمين الخدمه في تدريباتنا، ان اول خطوه عنده هو يحدد اذا كانت دي ناجيه من العنف او لا، بدون الافصاح، يعني من غير ما تتكلم الدكتور يلقط، سواء بقى في الاسنان زي ما انا قلت، يعني نزيف شديد من لسة وده مش ماشي مع سن ان يقع درس او يقع سنه، فيتبادر لذهنك يا دكتور انك تسالها، لو انت واحده من السيدات اللي بتتعرض للتجربه ما عندنا عياده المراه الامنه تقدري تطلبي فيها المساعده. انتوا بتدربوهم على الحكي، اللي هو حضرتك بتقولي تلمحي ان هي دايما خايفه تحكي. بالظبط، الحكي وتتكلم، وبعدين بتتربى في ثقافه معينه، ما عندناش بنات تتطلق، عادي ان جوزك يضربك، كل ده بيخليها تصبر تصبر سنين لحد ما بتجيب اخرها. فتدربوهم ازاي نفسيا ان هم يعرفوا يواجهوا الحكايه دي، ويبقى عندها خوف على نفسها. خوف على نفسها. اولا هو مقدم الخدمه من الادوار بتاعته زي ما احنا قلنا، اول حاجه انه يحدد اذا كانت دي ناجيه من العنف او لا بسؤال بسيط. هي لو على فكره ستاتنا كلهم بشكه واحده تلاقيها جابت العنف، فهي مجرد ان حد قال لها انت مثلا انت مش لوحدك، حاسه يعني بامان زي ما حاسه بالامان كده، انت مش لوحدك، ودي تجربه ممكن ستات كتير تكون عدت عليها، ودي قضيه مجتمعيه مش انت لوحدك اللي فيها. لو انت واحده من دول تقدري تتجهي ناحيه العيادة، تبدا تقول كل اللي عدى. طيب ما افصحتش، ما اضغطش ليه؟ علشان ما تحسش ان انا محوطاها بعدم الامان، بس بلاها حريه التصرف. انا يعتبر المساعده حتى لو ما اتكلمتش معاها ان انا فتحت الباب لحاجه زي كده. في نفس الوقت بيتقدم لها الخدمات اللازمه، سواء صحيه بالظبط كده. طبعا لو هي جايه لي باي حاجه طارئه في الاستقبال والطوارئ بيتم التعامل فورا. الطبيب بيقدم لها بقى الدعم النفسي الاولي، ان هو بقى يقعد معاها في السيشن اللي حضرتك قلتي عليها يا استاذه منى. يبدا اول حاجه ينصت لها كويس قوي، لازم يبدي اهتمام بيها طول الوقت. نفسي طبعا. نفسي. لا هو طبيب مقدم الخدمه، الطبيب البشري اللي عندنا احنا مدربينه على ده، يعني طبيب التكليف العادي، مش لازم محتاجه اخصائي نفسي. لا لحظه بس، الله عليكم، يعني انتوا مش بتحسسوها انها قاعده مع طبيب نفسي هيقررها؟ لا لا، وسيشن الطبيب البشري نفسه اللي او الطبيبه حتى اللي بتكشف عليها، هي مؤهله ومدربه انها تكون طبيبها النفسي. بالظبط كده. الله. بس في الحالات الايه البسيطه، لكن حاله زي الحالات اللي قلت عليها مقبله على انتحار، او هتبدا تدخل في سايكوزس وذهان وكلام من ده، لا دي حالات شديده عصبية. جهه الاحاله ليها بنحولها طبعا لمراكز الامانه العامه للصحه النفسيه. انا عندي سؤال، انتوا بيجي لكم كام حاله ما شاء الله في السنه، مش يعني او في الشهر؟ هو احنا دلوقتي 18 عياده على مستوى الجمهوريه، فمتوسط الحالات وصلنا ل 300 حاله تقريبا ترددت، ما بين ان هي جايه لي اول مره خالص او ان هي بتتابعني. ده دول اللي جم شهري ولا لسنتين؟ سنتين بس. سنتين، سنتين في 13 محافظه. 300 حاله في سنتين. في سنتين. طيب انا يعني فعلا في النقطه دي عايزين الست نقول لها احكي، اتكلمي مع حد متخصص وعياده امنه وفي سريه تامه. بالظبط. وفور فري، مش هتدفعي حاجه للدكاتره، بس اتكلمي. يعني ما يبقوا 300 ده اكيد في كمان ده نسبه يعني، وعدد صغير. انا شايفه ان هو مش كله دلوقتي لسه بيتقدم ويجي. واحدة بدور على مستوى محافظه. طيب في ممكن تكون بعيده عن بقيه السيدات. صحيح. اكيد درستوا ال 300 حاله، واكيد فيهم زي ما حضرتك قلتي الحاله اللي هي كانت اصعبهم، اللي انت شفتي انها ممكن تكون تكاد تفقد البصر نتيجه العنف اللي تعرضت له. يالي هذه الحالات اكتر الحاجات المنتشره ايه؟ يعني اغلب ال 300 المعاناه كانت في ايه؟ يعني بشكل احصائي، يعني اكتر حاجه بتتعرض لها المراه البدني والنفسي والاقتصادي. بمعنى الاقتصادي؟ الاقتصادي ان هو مثلا يحرمها من المصروف، يسيبها وينزل شغله وهي تقعد تلف وتدور همشي يومي ازاي، سواء بقى من مدارس ودروس. ده مش اقتصادي، ده نفسي كمان. بس هو في الاساس اقتصادي. فلما بنيجي نتكلم مع الحاله دي، طيب انت تفتكري نساعدك ازاي؟ فتبدا تقول انا لو امتلكت شغلانه او حاجه اقدر اشتغل بيها ادخل بيها دخل، بنوجهها لجهات الدعم، سواء كانت مجلس القومي للمراه او وزاره التضامن، وطبعا المشروعات اللي اتعملت مع بنك ناصر الاجتماعي والقروض الصغيره، او المجتمع المدني ذات نفسه. امبارح كان عندنا نماذج رائعه عاملين مشروعات جميله، ستات يعني ما شاء الله اونلاين بقى بيشتغلوا وبيكسبوا. بالظبط. لكن احنا مش جهه اصدار ماليات، لان ساعات بتلتبس الامر ان هي تفتكر ان الوحده ممكن تديها ماديا، لكن لا، احنا بنعلمك اللي يقدر يجيب لك الماده فيما بعد. عايزين نعرف بتدربوا بقى القائمين على العمل في العيادات ازاي؟ يعني بتدربوا ازاي وازاي بيتابعوا؟
المريض كمان. اوكي، اولا بيتم طبعا الوحده بنختار منها المرشحين للتدريب اطباء، والفكره مش طبيب فقط، احنا عندنا العامل الاكبر واللي شايل دايما الدنيا والصحه على دماغه التمريض. كانوا منورينا برضو امبارح. اه بالظبط، هم الجهه الداعمه للصحه التمريض والمثقفات الصحيات، الرائدات الريفيات اللي بتدخل البيت لاي زياره منزليه فممكن تلقط ان دي ناجيه من العنف او تعرضت لحاجه، طيب تعالي الوحده في اقرب وقت معاكي الطبيب هيتكلم معاكي ونشوف الموضوع نوصل لحل. انتوا شغالينهم رادارات. يعني هو ده من ضمن الخدمات الصحيه اللي بتتقدم، ان مش الرائده داخله لمجرد تنظيم اسره. ماليش دعوه بالباقي وما شفتش. لا 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 لا، هي ليها رؤيه عامه على احوال البيت كله. طيب انا يمكن احنا اتكلمنا في جزئيه على المراه اللي بتتعرض لعنف ايا كان نوعه من شخص هي ما زالت تسكن تحت نفس السقف معاه. بالظبط. طيب بعض النساء او السيدات المطلقات اللي عاوزين يلجأوا لعياده المراه الامنه، مثلا مطلقه وتعول وعندها صعوبات كتيره ومضايقات لو جت المركز، بنأكد بقى تاني، ممكن تستفيد ازاي او العياده للمراه الامنه؟ احنا زي ما احنا قلنا احنا وحداتنا هي وحدات استجابه طبيه. بمعنى ايه؟ ان هي بتتعامل مع الحاله بان احنا بنقعد نتكلم معاها، بنقدم لها الدعم النفسي الاول. هي جت بحاله نفسيه، حاله نفسيه نعتبرها جزء من الجزء الصحي، بنعمل لها اولا تقييم للحاله النفسيه دي. لو حاجه مايلد خفيفه او مدرك بنقعد معاها نتكلم على دوائر الدعم ليها. ازاي تتكيف ايجابيا من اول ما بتنظم ساعات نومها، لان كتير جدا من الحالات دي تقول لك انا ما بعرفش انام. تبدا تنظم التغذيه بتاعتها لانها ساعات بتطلع ده في سواء ممكن تكون ما بتعرفش تنام ولا تتغذى لان هي مطلقه وتعول والزوج السابق ما بيصرفش، فهي مش هتقدر تحقق النقطتين دول. هي عماله تفكر هصرف منين، هصرف عليهم ازاي، هربيهم ازاي. ساعتها الاجابات اللي ممكن تاخدها من العياده بتكون ايه؟ ان احنا بنحدد المشكله فين بالظبط. هل موضوع اقتصادي زي ما احنا قلنا؟ ولو اتحل هتتحل كل المشاكل دي، يبقى هنوجهك لجهات الدعم اللي احنا متفقين عليها. لو القصه بس في حته النفسيه وان هي متضايقه وحاسه ان الوحيده المطلقه في الكون، لا بنحاول نخفف عنها ده بانها حتى تفصل. يعني دايما نقول لهم التكيف الايجابي بان انت تدوري على ايه الحاجه البسيطه اللي كان ممكن بتعمليها قبل كده وتفصلك، تتفرجي على مسرحيه كنت بتضحكي عليها، تغني، تخرجي، حتى تتمشي، اي تكتشفي حاجه تكتشفي نفسك، تمارسي هوايه بتحبيها. وواحده واحده بنطبق ده معاها، وفي جلسات المتابعه بنشوف هل ده جاب عائد نفسي عليها كويس او لا. دكتور ساره، ايه اللي على خطتكم او لاولوياتكم الفتره الجايه لعياده الامنه؟ هو احنا زي ما احنا قلنا 18 عياده تم انشائهم في 2022 و2023 في 13 محافظه، داخلين ان شاء الله في 2024 في عدد من المحافظات بنكملها، خاصه القاهره والجيزه لان هي من المحافظات الايه الكبرى، ومعانا كفر الشيخ، ومعانا اسوان، خاصه وجود المشكله السودانيه اللي كانت في الفتره الاخيره. فده برضو بنحط من اولوياتنا ان احنا ندور على المعنفات سواء مصريات او غير مصريات. ومحافظه على ما اظن في الصعيد، لان كده خط الصعيد كله اتقفل ما عدا المحافظه دي. حقيقة دكتور ساره، ايه اجمل احساس وصلني مثلا كامراه او كسيده على العيادات الامنه للمراه الامنه؟ ان انتوا بتقوموا بمقام الخن الوفي او الصديقه الوفيه القادره، اللي هي مش بس صديقتي وفي ظهري، دي تقدر تساعدني وتوجهني وتقدم لي دعم من غير ما تكون ثقيله عليها. بالظبط. فحقيقي يعني ربنا يا رب ان شاء الله يتم كل مجهوداتكم بنجاح، وما يبقاش فيه حتى احتياج لان امراه امنه تبحث عن يعني عن خدمة وسيله امنه أو مكان امن. طيب الدكتوره ساره يونس، منسق عام عيادات المراه الامنه، بشكرك على وجودك معنا. نورتينا. شكرا لوجود حضراتكم، وكون ان الملف ده اتفتح في برنامجكم ده دوع نوع من انواع الدعايه والاعلان. ده دورنا، ده دور حضراتكم، وشكرا ليكم. بعد الفاصل هنكون مع كل حضراتكم. وصالون الستات، تابعينا بقى دكتوره ساره من بره، راجع علينا لان النهارده هنسال وهنعرف مين السبب في النكد، انت ولا انت؟ بعد الفاصل. هي وهو.
هناك اتهام رجالي حاضر وجاهز ومعلب في العلب ان الست خميره عكننه، لكن في المقابل في وجهه نظر حريمي بتقول لو الست نكديه يبقى الراجل سبب، وبين الرايين في كلام وجدال وجهات نظر، في ناس مع وناس ضد. النهارده بقى صالون الستات هيبقى يعني في جايين نهدي النفوس، هنسال امتى نقول ان الست خميره عكننه وامتى نقول ان الراجل هو السبب. فقره جديده من صالون الستات النهارده، معانا ضيوفنا ميار ابو كتير اللي قاعده تشهيصنا على السوشيال ميديا اللي قلب الدنيا طبعا، اهلا بيكي ميار. ومعانا على شمالي برضو رنا عصام، ازيك يا رنا؟ وهي قاعده بعيده عن زوجها الناحيه الثانيه مش عارفه ليه، طبعا هنجيله حالا. معانا الاستاذ يحيى فؤاد خبير العلاقات الاسريه، اهلا بحضرتك. وعمر طيفور وهي زوجته تبقى رنا عصام، اهلا وسهلا، قاعدين بعيد عن بعض. ومهندس احمد العجمي منورنا النهارده. وادي الرجاله، ادي هو وادي هي. ونبدا يا هو نبدا نقول بسم الله الاول، احنا جايين نهدي النفوس حرفيا مش بالمعنى التاني. طيب انا هبدا بقى بالمثال الحي معانا من الواقع، اللي هو زوجه وزوج عايشين في بيت واحد، ربنا يخليكم يا رب لبعض ويبقى عمركم مع بعض يعني سنوات وسنوات. مين فيكم اللي بينكد على التاني؟ انا. بتعترف؟ لا 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 لا، ودينا ورا الشمس، ودي الستات كلها ورا الشمس. طيب انت بتعترف ان انت بتنكدي عليه، ثانيه واحده، الكلام ده حقيقي؟ بنسبه كبيره اه. بنسبه كبيره قوي. اكتر حاجات بتنكد عليك فيها رنا لما بتعملها او بتقولها؟ مفيش سبب. يعني هو مفيش سبب، هو المود كده. يعني ايه؟ هو شفتي اعترفتي؟ اتفضلي اشربي. اي خناقه، اي حاجه بسيطه، اي حاجه في مود كده بوز. يعني هو بيعملش حاجه خالص تضايقك وانت بتتكلمي عليه؟ لا بيعمل اكيد برضه. طب يعني انت ما بتبوظش؟ لا بيعمل يعني النسبه الاكبر. هنرفع الالقاب ونقول عمرو انت ما بتبوظش، يعني بتزعل منها بتعمل ايه؟ ما يعني بتلاشى الموضوع يعني ما انت بتاخد بعضك وتاخد الباب في ايدك، ما الرجاله بيعملوا كده. ما لو اتصدمت هيبقى في مشكله اكبر. ما هي مش هتلاقي حد تشد معاه بقى دلوقتي، هتعمل ايه؟ مش انا بقى، مش انا هعمل كده. ايه الاعتراف ده؟ سلمتينا من اول لحظه تسليم اهالي كده ان الستات هي النكد، ولا انت حاله خاصه؟ لا هي دي الحقيقه، ما الستات ما بيعرفوش يكذبوا. احنا مش الدرجات. لا مش الدرجات. لا بس هو الموضوع مش ان احنا سبب النكد، غير ان احنا عندنا مشكله اكبر او الرجاله ما بتفهمهاش، ان احنا ممكن نتضايق من حاجه صغيره قوي، فهما بالنسبه لهم الموضوع عادي، فيحسوا ان احنا كده بننكد. وهو الموضوع مش نكد، هو الموضوع ان انت ممكن الحاجه اللي تضايقني تبقى بالنسبه لك دي حاجه تافهه، حاجه ملهاش لازمه ان انت تتضايقي، بس هي حاجه مضايقاني. طب ما انت بتعرضيه اهو بطريقه لطيفه جدا. حوار، في حوار الاول قبل من ما ندي بوز. ما هما مش بيقتنعوا بابدا ان دي حاجه صغيره، فانت مش محتاجه ان انت تزعلي الزعل ده كله او تتضايقي او تنكدي. ايه الحاجه الصغيره دي يعني؟ عادي يعني ممكن كوبايه تتكسر مني ازعل عليها. احنا الستات كده. هو اللي بيشتري مش زعلان كده، خايفه على فلوسه صح؟ ده نكد بذمتك؟ طبعا. ده نكد. كسري فلوس، كسري كوبايات براحتك حضرتك. بكسر خلاص. تمام. طيب انا يعني برضو ايه، عشان الموضوع بنهرج عشان نفك شويه، يعني اللي بيتفرجوا علينا لا يقوموا ايه يخلصوا الدنيا. النهارده في مثل بيقول الانجليزي devil is on the details، وانت كلامك بصراحه منطقي. يعني الشيطان في يكمن في التفاصيل. الشيطان يرجم في التفاصيل. اديني فرصه اهو. اوكي. واحنا كستات ربنا خلقنا بفطرتنا بنركز في التفاصيل، ده ليه ميزه وليه عيب. يمكن من عيوب التركيز في التفاصيل هو ان احنا بنلاقي حاجات كتير نتخانق او نزعل عليها. الكلام ده ممكن يكون موجود، انا هسال بقى هنا هي دكتور يحيى، الكلام ده ممكن نلاقيه في الراجل برضو؟ يعني ممكن نلاقيه هو اللي مركز في التفاصيل وبالتالي يصبح الرجل هو سبب انك انت. طب خليني اقول لك بس هو ليه سبب نكد الراجل ولا الايه؟ لا ولا الشيطان؟ اكثرهم كتمانا. الراجل اكثرهم مين كتمانا. مين اللي اكثرهم كتمانا؟ سبب النكد. الطرف اللي ما بيتكلمش ويتكلم في اللي مضايقه، هو ده الشخص اللي دايما قافل على نفسه. رجل كان او امراه؟ لا هقول لك. طيب الفكره في رجاله يعني بترغي وبتحكي كتير قوي ويروح على فكره ممكن ما يحكيش اللي واجعها، ممكن ما يحكيش مضايقها. يعني زي ما المدام كانت بتتكلم دلوقتي، بتتكلم في ايه؟ هي متخيله ان اللي واجعه هي حاجه تافهه. هي ممكن يكون احساسها مش بقيمه الكوبايه، احساسها مثلا ممكن بالفشل، حاجه وقعت مني كسرت، انا فشلت ان انا احافظ على الكوبايه او الطقم ناقص مثلا. فهو فكره ايه، احنا التواصل بيننا ان انا اكون مستوعب انت بتفكري ازاي. اللي بيتكلم دايما في اللي مضايقه هو بيبقى بني ادم، حتى تلاقيه ايه مرح. هو ما بيكبتش جواه، لان هو النكد بيفك على طول. ايوه ليه؟ لان النكد بيجي ازاي؟
فكره واحده. واحنا ايه اللي بيحصل؟ احنا قاعدين تمام جدا وبنتفرج وجايبين بوب كورن وبنتفرج على التلفزيون. جات لها فكره ان بكره احتمال الزرار بتاع الدرس هي راحت هناك وهو قاعد بيتفرج وبياكل بوب كورن. فهي بوزت في ايه؟ هي خايفه تتكلم في اللي بتفكر فيه هنا. وما عندهاش الجراءه ان هي يعني هي من جواها عارفه ان الفكره تافهه. لا برضو ما عندهاش. لا هي بالنسبه لها كبيره، خدي بالك بقى. هي بالنسبه لها كبيره بس هي خايفه لا يحكم عليها. فسكتت فبوزت. فبالتالي انا وانت ليه؟ نعم بس خلاص هو البوس طلع بالظبط. طالما البوس طلع فهو في ايه؟ في ايه بقى ايه؟ بنقعد شويه. لو هي اقنعته ان انا على فكره متضايقه من حاجه، جت فكره في بالي تافهه جدا بس عايزاك ايه تحترمها شويه عشان هي مضايقاني. في فكره بقى تانية ممكن جت شويه دلوقتي بنعملها احنا كستات، انا متضايقه ومخي شغال وهو مش عارف وانا مش عايزه اشرح له لان عندي نظريه لو كنت مهتم كنت عرفت لوحدك. لا ما هو ده خدي بالك في مصيبه. ايوه ما انا عارفه. هي فكرت في الزرار اللي في القميص اللي بعد بكره في حفله التخرج بتاع بنتنا، هو بيتكلم في حاجه تانيه خالص. حس بقى يا اخي. لا 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 لا, لا, لا مش هوصل. طب هنجي لك تاني استاذ يحيى، عايزين نسمع راي ميار ابو كتير في الموضوع. انت الاول مرتبطه؟ إيه لا مش مرتبطه. طيب نتكلم براحتنا. براحتنا جدا. زهده وبتنفخ في الزبادي. مين السبب في النكد؟ اكيد الراجل. اكيد الراجل. اكيد الراجل كده على طول عكس يعني ما قالت ميا. ليه بقى؟ عشان الراجل دايما كل حاجه عنده مش منظمه، كل حاجه عنده كده في اللالا لاند، يعني هو ما عندوش حاجه محدده. ما بالعكس حاجة الراجل محدد ويفكر في صندوق واحد طول الوقت. الست عايزه انا النهارده هعمل واحد اتنين تلاته زي فكره الزرار كده بالظبط. متعدده الفستان ده هلبسه بعد بكره او هلبس بنتي الفستان ده، ففي زرار ناقص. فده معناه ان لو انا ما صلحتش الزرار فانا لازم اجيب طقم تاني عشان ما اتاخرش على الحفله. فهي الموضوع بالنسبه لها بيكبر عشان في برنامج لازم تمشيه خطوه خطوه. لو في اي ترس من البرنامج ده وقع فهي كده كل حاجه هتتلخبط. الراجل بقى ما عندوش مشكله ايه يعني لو الزرار هدخل الحته دي جوه البنطلون واعديها. لا 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 طب حلو اللي ما عندوش مشكله ده. طب ما حلو مين ما عندوش مشكله ده؟ مشكله كبيره جدا. ممكن تتخانق تلاقي الزرار واقع يسيب كل القمصان اللي في الدولاب وعاوز الزرار اللي هو يسيب كل الشرابات وفين الفرده بتاعت الشراب ده؟ يلاقي كل القمصان المكويه يسيبها كلها ياخد التيشيرت اللي ثبت الغسيل. ما عرفش ليه. عارفه ده ليه؟ لان هي صرحته ان الزرار هو ممكن ما كانش يهتم. شالت همه. لها بقى نوع شالت همه. طب انت مش شلت؟ ما انا هقول لك اهو. شلت هم الزرار وما شلتيش هم الشراب. لا هو كمان هيعمل اللقطه دي. انت بتشاور على الراجل الشراب بتاعنا. هو هيعمل اللقطه دي على فكره. هيعملها عشان هو بيبقى عارف ان هي متضايقه وبتنكده ومش عايزه تقول ليه، وهو مش عايز يفتح لها في الحته دي عشان هو مش عارف هو عمل ايه. يلهيها بحاجه ثانيه. فيفضل يلهيها بقى ايه ده انت عملتي ده. يبقى مين عملتي دي؟ هو بس كده. اتفضل انت عملتي ده عملتي ده. فبيكبر لها في الحاجات الصغيره. ايفور انت متزوج اولا؟ متزوج. انا خاطب، كنت ليا تجربه قبل كده. دي حلاوه البدايات بقى. لسه في حلاوه البدايات في الوهج. نتكلم في الواقع ولا عايزين نتكلم تجميل؟ الواقع طبعا اكيد. الواقع اللي بنعيشه في حياتنا في ايامنا. يعني احنا عاوزين كلام. انتوا بتستفزونا وتقولوا احنا نكاديين. ما عايزين الصراحه طبعا. لا احنا نكاديين في حالات حضرتك تسمعوه ومش نكاديين في حالات ثانيه. اتفضل. يعني احنا مثلا عايزين نخرج في يوم لاصحابنا بنقعد فيه على القهوه، احنا عايزين نقعد فيه. تليفونات يوم. اتفضل. هو يوم يعني مثلا يوم كذا يوم خمس ايام. تليفونات فده بيجيب نكد. هي اوريدي قاعده عايزاه يبقى موجود معاها في البيت وهو عايز يبقى مع صحابه. ما جاش من يوم. بس مش ست ايام في الاسبوع. لا مش ست ايام في الاسبوع. وفي رجاله، عايز اقول لك في رجاله منظمه جدا اكتر من البنات. جدا. يعني في راجل لو شكله مش مرتب وخارج مش متظبط ده بيرجع على العامل غالبا اللي بيبقى قاعد لوحده على فكره. لا مش خالص. والله لا ويبقى متزوج اللي دايما بيرمي على مراته وعلى مراته هتلاقيه منظم. في رجاله منظمه جدا. دول عندهم او سي دي يا فندم. لا صح. والله ابدا في رجاله منظمه. ده حقيقي. يعني عمر مثلا لو ريموت التلفزيون عامل كده والموبايل عامل كده لازم الاثنين يبقوا عاملين كده. عارف كده. انا مشكله عندي طبعا. انا مركز في التفاصيل فاهم. فالموضوع بيبقى فعلا مخيف اللي هو في نظرك. اتفضل. فانا اللي انا عايز اقوله ان زي ما الراجل ليه عامل في النكد، الست ليه عامل في النكد. خطيبتك ظروفها ايه معاك في مواضيع النكد؟ بامانه يعني. بصي خطيبتي ده حد جميل خالص. الله اكبر. والله ما شاء الله. مش هي مش متواجده معايا بره مصر. اخر مره نكدت عليك امتى؟ لا بره مصر خدي بالك. يعني هي بره مصر ومخاطب فيعني. احيانا لك ما تفتكرش ان احنا نايمين.
لا بجد هي حد جميل خالص. ايوه بس طبعا انت عارفين العلاقات اما بتبقى من بره بره كده بعيد لبعيد فلسه ما اتصدمناش. حلو اه لذيذ. قول لسه ما اعرفش يعني لحد دلوقتي يعني لحد دلوقتي عايزاني مرتب طول الوقت. ده هي كده وهي لسه بره. اه يعني لسه قاعده جوه لسه ما دخلناش بقى. تمام. انا ممكن اكون مهمل شويه يعني انا ممكن عادي ممكن ادخل البيت ادخل بالشوزه بتاعتي جوه البتاع ما عنديش مشاكل خالص. فمن هنا يجي نكد. هي تعبانه طول اليوم كل حاجه وانضف وتخش لي بالجزمه كلها تدوس على السجاده الفاتحه. طب لما هي اتزقت انا ممكن اكون راجع من شغلي ظروف شغلي مش مساعداني لحاجات هي محتاجاها. انا اوريدي شخص ما بيتكلمش. انت داخل قافل وشك. هي فاكره ان انت قلب وشك عليها. هي فاكره ان انت مش طايقه موجوده في البيت. انت برضو حق ربنا لما تخش البيت بعد يوم طويل هل بيقولوا للستات بتضحكي خش بتسم في وشها ده غصب عننا. طبطب عليها. دماغنا دماغنا موجوده حزن. في البيت بس احنا دماغنا بتفكر في حاجات تانية في اولويات عايزين نعملها عشان نريحها. هي مين؟ مش عشان قادره نريحها. ايوه من اهمها المقابله اللي هتقابلها لها وانت راجع من بره. المقابله ماشي انا بتكلم في نقطه تانية. احنا في ظروف شغل احنا بنشتغل وانت بتشتغلي وحضرتك بتشتغل وحضرتك بتشتغل ما تبقاش انت والشغل عليا بالظبط. ما هي تبقاش هي والشغل عليا. المشاكل بتقف اول ما بندخل البيت يعني مش بناخدها معانا. في 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 رجاله ما بتعرفش تفصل. يبقى كلام صحيح. يبقى كده انت السبب. عايزين نكد اللي ما بيعرفش يفصل. عمرو والله انا شخص مش نكد ويقول لنا يعني ان الرجاله ما بتعرفش تفصل بيفضل جايب شغله معاه في دماغه ولا حاجات تانية. ايه بقى اللي بيقول عليه حاجات وحاجات مش شرط الراجل مش شرط الراجل اللي يبقى كده. هي انا بشوفها انها شخصيات. هي مش قصه راجل وست. في ناس بتعرف في الاخر كلنا بني ادمين. في ناس بتعرف تفصل وفي ناس لا. في ناس طبيعه شغلها انا شغال 24 ساعه تليفونات وشغل ومش عارف ايه فطبيعي ان الشغل بيخش معايا. بس انا هل باين ده ولا لا دي تعتمد على الشخص نفسه. الكلام ده بجد ولا كلام للشغل؟ بيفصل مين اللي بيتعامل مع النكد لو حصل نكد يعني اللي بيتحكم في الحكايه وينجحها ويعديها انت ولا هو؟ هو ان هو بيسيبني لحد ما بفك لوحدي. يعني دايما اللي بيبقى بيعمل مشاكل ان لو الشخص متضايق ان التاني يبقى متضايق فبيحصل خناق من هنا. انما لما بيبقى فيه شخص مثلا متضايق ايا كان الست او كمان الراجل قد ايه بقى وبتقولي لا انا وظروفي بقى لا ده في كارثه اكبر من انها هنا إيه؟ ساعتين إيه؟ ولا يوم ويومين لا لا مش الدرجه دي كارثه يعني. الكارثه ان في برضو مثل تاني بيقول لك ان لو سبت الستاره والع فيها النار لما تطفي لوحدها هتتفحم. من تجربتي فمش كل الستات تحب تتساب لما تفك. تجربتك ايه؟ يعني الاستاذه مثلا ممكن يكون عندها استعداد ان هي عادي انت ممكن تسيبني لحد ما انا مهدى ونرجع نتواصل. ده اختبار ده كمين. في بنات مستحيل. انت لو سبتني بالظبط ازاي تسيبني؟ في فتره انا لازم اطلعها في حاجه. الله ينور عليك. بالظبط. يعني انا من الشخصيات ان لا لو انا متضايقه دلوقتي وجي يعني قعد يقول لي مالك ايه اللي حصل ايه اللي مش عارفه ممكن اتضايق اكتر. فالموضوع يكبر اكتر. احنا ليه مش صراحه مع بعض ان كل اثنين يقعدوا في النقطه دي يتفقوا انا بحب بس تقولها من قلبها وهو انا بحب اما اكون متضايق سيبني شويه افك مع نفسي او انا بحب اما اكون متضايق تيجي تقول لي مالك وتطبطب عليا. ما بنعملش ده ليه؟ ما في فرق. بصي هي الفكره فين؟ ان الراجل عايز بسرعه يعني ننجز. انا يعني هخش ابوس دماغك وخلصنا يلا بينا يعني ما تلفيش في الحوار. ليه بقى؟ لان احنا مش عايزين نقف هنا. احنا بنبقى عايزين نمشي. ليه؟ لان الدنيا مش مستحمله. الست بتبقى محتاجه بقى خبره شويه ان الراجل يكون عنده مهاره الانتظار. ان انت عندك حد زي ما بتجر ايه طفل صغير في ايدك انت ماشي تاتا تاتا. فانت لازم تبقى فاهم ان الطرف اللي معاك ده هيقعد شويه هنا. هو محتاج يقعد يحزن شويه وياخد وقته. بتبقى امكانيات راجل. في ضغوط عليه بتبقى انا مش عايز اعيش في نكد. ما في خدي بالي بس إيه ليه الراجل عليه ضغوط عليه ضغوط ما الست عليها ضغوط طب فهمت ما الست بتصحى الصبح في الفجر بتودي تمارين ومدارس وبتعمل كل حاجه. الفكره فين بس؟ هي عليها ضغوط طبعا. هو عليه ضغوط بس هي الفكره فين؟ مدام منى القصه كلها في النشأة. احنا كرجاله شايلين مسؤوليه قوي زياده عن الست. هتكلم بصفتي راجل مش لا متخصص. كان بصراحه لا انا هقول حاجه. لو اتمنى ان كل علاقاتنا هتبقى ناجحه او فاشله نتيجه تربيتنا مفيش حد هيكمل لان كلنا ممكن نكون عندنا ازمات في تربيتنا وطريقه غلط. وهو ما ياخدهاش بقى معايا واروح البيت. الزمن اتغير. الست كانت بتقعد في البيت لحد ما الراجل يجي الساعه 3 شايل البطيقه وجاي من الشغل وهيقعد مش هيفتح سوشيال ميديا طول ما هو قاعد في البيت. خلينا نتفق على حته معينه بعيد عن المسؤوليات. والست النهارده بتشتغل او هو بيشتغل مش دي قصه. قصة ان احنا نبقى عندنا نقطة التقاء. النقاش ان احنا لما يحصل خلاف ايه اللي هنعمله.
بالظبط. وده اللي انا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت لو تفتكري، ان انا بناشد احنا محتاجين نتعلم قبل ما نتجوز يعني ايه جواز، والسنه الاولانيه هنمر بايه، والسنه الثانيه هنمر بايه، وقبل ما نخلف لازم نكون متفقين على نقطه معينه ونقف في حته معينه، ولو حصل خلاف مش هنطلعه بره البيت، هتسيبني اهدى شويه، عارفه اديكي الكتالوج بتاعي وازاي هنتواصل في الخلاف وفي عدم الخلاف. بالظبط، مشكله كتالوج. مش عارفين نتواصل ازاي. بالظبط. طيب يعني بس انا مش عاجباني حته الراجل عليه ضغوط والست عليها سكر بودره دي، يعني برضه معلش ميرنا ميار طبعا في وقت فاصل فاصل اللي انت عاوزين ميار انت عندك مسميه حاجه مسميها سبيس كده. هي سبيس دي البيج بتاعتي بتكلم عن الستات. ايه فكره سبيس بقى؟ اللي هي مساحه الستات، المساحه اللي بتتكلم فيها، اللي كل الستات بتعاني من ايه، تحكي بقى هي مشكلتها كلها دايما في العلاقات وازمتها مع الرجاله. يعني فكره ان هو يعني انا مش مع ان الست على فكره نسيبها نهدى زي ما كنا بنقول، هي كل واحده فينا عندها مفتاح. صح. فالمفتاح لازم هو يبقى فاهم هيتعامل معاها ازاي. صح. وهي كمان على فكره لازم تبقى عارفه هي هتتعامل معاها ازاي. ففي فعلا اللي ممكن تسيبها تهدى، في اللي لو سبتها مع ان هي هتقول لك سيبني اهدى، لا ما ينفعش تسيبها تهدى، ده تفضل تتحايل عليها. زي اللي عايزه هديه على فكره، بس هقول لك اللي عايزه هديه، اللي عايزه هديه ده ولا في اللي عاوزه اكله حلوه. على فكره في اوقات هي مش عارفه هي عايزه ايه اصلا. ايوه دي بقى دي ده من رحمه ربنا بيكو برضو. ايوه صح. وعلى فكره هي في الاغلب لو عارفه هي عايزه ايه من اول خطوه مش هتستحمل لك ولا غلطه. ده من رحمه ربنا بالرجاله. مش عارفه ان هي عايزه ايه، تبقى تفضل شويه كده ايه تايهه على ما انت تظبط. ده بيتوه الراجل على فكره. هو احنا بنتوه. بصوا انا جاي اقول الحق، بس بعد الفاصل هنرجع على نهدي الدنيا شويه. فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. خليكم معانا. مش منه حاجه، مش هيبقى نكد، نطلب منه حاجه بينكد. زحمه الشغل طول اليوم وبيروح البيت بيبقى فيه اطفال، ممكن تاخد شغله هو حاجه مثلا تحصل في الطريق ما يكونش عامل حسابها، مواقف تيجي فجاه، نقل الحياه، شغل، العمل، البيت، مسؤوليات، يعني كده. جايز هو شغله بقى بيبقى جاي من شغل مضغوط ولا حاجه بيطلعوا علينا نكد، نعمل ايه؟ اكيد من الضغوطات اللي عليه والحاجات اللي هم بيواجهوها بره، ومصاريف البيت، الولاد، الشغل، حاجات كتير. لا والله الست المصريه غلبانه جدا جدا، وبترضى بقليله، وشقيانه وتعبانه، تربي وتذاكر وتروح شغلها وتيجي، فهو الراجل المفروض يكون يعني شويه يعني طبطب عليها بقى، ما هي برده غلبانه برده. والله الست مظلومه انكيت الحق، يعني هم ظالمينها كده رايح جاي معاهم. لا خالص، بس هو ممكن ينصادف ان الاثنين ما يكونوش مستحملين، يعني هو يكون جاي مضغوط وهي ممكن تكون قاعده في البيت بس برده عندها حاجات تخطاها. وبرده الست برده معذوره، يعني مش بتقدر تسيطر على الدنيا لوحدها، يعني ام وفي نفس الوقت شايله البيت وهو عليه جانب بس هو بيتخطاه. ما هي الست كمان بتبقى مضغوطه زيه مع الولاد، المدارس، الدروس، البيت، المسؤوليات، البيت، هو بيبقى مضغوط بره وهي بتبقى كمان مضغوطه في البيت. لا بنعمل له الحاجه اللي يعني الاكل، شرب، الحاجه بقى اللي هو عايزها. فاغلب الوقت الست هي اللي شايله الدنيا، ومش ان انا برده مش بطلع الراجل، لا الراجل شايل الدنيا وكل حاجه، بس هو ايه رامي مكبر دماغه. كل واحد لازم يعني عارف ايه يريح التاني، يعني ده يتغاضى وده يتغاضى او يتغفلوا شويه لغايه لو عشان الحياه تمشي. ده راي جمهورنا في الشارع. والراجل مكبر دماغه ورامي، ولا هو عاقل برضه بيحتوي المشكله؟ لسه في نقاش حاد جدا بين هو وهي، والتقرير ده كله ستات ليه؟ عايزين نسمع راي الرجاله. هبه عندها سؤال. ده مش تحيز، ده احنا ما شاء الله ست، ده اسهل تقرير صورناه في البرنامج. احنا بس سالت السؤال كله وعطرت. طيب احنا يمكن كنا في الفاصل اتناقشنا مع حضرتك يا دكتور على حاجه او نقطه فعلا مهم ان احنا نلقي عليها الضوء، فكرة ان احنا نفرق بين المشكلة الحقيقية اللي تستحق يبقى فيه يعني خلاف اللي احنا بنسميه نكد، وبين النكد اللي هو معتاد العادي اللي هو ما يستحقش. ازاي اتنين يفرقوا بين ان دي مشكلة، يعني ده دخل برجليه والجزمة مش نظيفة على السجادة فانا عملت خناقة، وبين لا في حدث فانا لازم اعمل خناقة. طيب انا زي ما اتكلمنا، زي ما انت قلتي، في فكرة ان احنا عندنا مشكلة. ايوة. فواضحة للاتنين. النكد بالنسبة للرجالة، انت مش واضحة لي، انت ابتديتي تكشري وابتديتي مثلا تبوزي، او العكس على فكره، يعني انا مش جاي متحيز لحد. الاثنين في رجاله، فممكن الراجل مثلا يبوز
فكره البوز ده وان انا ما بقاش عارفه المشكله في غموض مبوز وغامض هو ده النكد. يعني خلينا نسميها باساميها. حلو ده. في فرق بين النكد وفي فرق بين المشكله. مشكله احنا الاثنين عارفين مشكله. حصل مشكله فاحنا قاعدين بنتكلم فيها. انت غلطان انا غلطانه مش دي القضيه. لكن تعريف النكد بالنسبه لي هو الحاجه اللي مش مفهومه. احنا في سينما، احنا خارجين، احنا جايين بنعمل حاجه مثلا حلوه في فرح وهي مثلا راحت مبوزه مره واحده على اساس مجنونه هي بقى يعني او العكس. لا لا ما شافته بقى بيبص لواحده ولا مثلا مش عايزه تفتح الموضوع قدام الناس. رائع جدا. وضايح. فهو دي بقى المشكله او هو شاف حاجه. ما انا قلت لك في اول حلقه اكثرهم كتمانا هو ده اللي عامل مشاكل. ليه؟ لان انت ما بتتكلمش في اللي جواك. لو مجرد ان انت اعترفت للطرف الثاني بقت مشكله نتكلم فيها. ما بقتش نكد. يعني خلينا نفرق. يعني في ستيب او أيوة خطوه قبل النكد. هو ده اللي انا عايز اوصله من اول حلقه بشكل متحضر. في فرق بين مفيش حاجه فانا مبوزه ده اسمه النكد. راحت من النكد للمشكله. انا اتكلمت فبقت مشكله. اعلنت عن ما يضايقك. الله ينور عليكي. ففي فرق بين ان احنا منكدين على بعض احنا مش عارفين السبب. طب ثانيه واحده، لو انا اعلنت او انت اعلنت عن الحاجه اللي مضايقاك وانا قلت لك طب حقك عليها ما تزعلش، بس مش كفايه مش راضيني المشكله ما اتحلتش وفضلت متنكده او مزعله او مبوزه كده، انا نكديه ولا انا في مرحله ايه؟ حسب. ما هي حلو جدا السؤال ده قوي. ليه؟ في ناس انت ما رضيتنيش او انا ما رضيتكش كفايه. في ناس بتاخد في الزعل فتره بتقعد كتير اللي هي ايه، طب خلاص معلش، طب حقك عليا، طب دماغك ابص، او الراجل يعني عشان بس ما تلقي الموضوع، فيجي الراجل مثلا طب معلش هو لسه عايز يعيش شويه. اديني احزاني يا ريت يقول حقك عليا، دي تهمني كبيره جدا. اديني احزاني شويه. هو بيبقى عايز او هي عايزين يعيشوا جوه الحزن. بس هي بتفضل بقى ده بيسميه ايه، مش انا صالحتك تلمنا كده. هو مش فاهم الطرف الثاني ان هو محتاج ياخد شويه. لو خد شويه وابتدينا نتكلم، يا جماعه احنا مشكلتنا في بيوتنا ايه؟ احنا ما بنتكلمش. لو انا هتكلم واطلع اللي جوايا واقول على فكره انا مضايقني كذا ومضايقني كذا ومضايقني كذا، فابتديت اعرف ان في مشكله على الترابيزه تعالى نتناقش فيها. الست ما بتتكلمش او الراجل ما بيتكلمش، هي دي بقى قمه النكد. عمرو ايه رايك في اللي بيقوله استاذ يحيى؟ لا هو تمام، هو الكلام صح، بس هو كمان هو في حاجه تانية. هي طب صنفنا ان دي مشكله، هو الطريقه اللي انا هتعامل بقى المشكله ازاي؟ هي هتفكر بيها ازاي وانا هفكر فيها ازاي؟ يعني هحكي كده حاجه حصلت بيننا، حتى يعني تبان بسيطه. احكي يا عمرو ارجوك احكي حاجه بسيطه بس يعني ابين لحضرتك هو ازاي الست بتفكر فيها وازاي الراجل بيفكر فيها. عندنا مكنسه باظت كده من فتره، تمام؟ ده كانت غالي. مين اللي بوظها بالظبط؟ الحاجات دي غالي. رنا بوظتها من فتره، تمام؟ هي كان كل همها انا ليه عملت كده، انا كان المفروض افكر كده، انا كانش المفروض اعمل كده، وانا كل همي خلاص هي باظت. فانا دلوقتي انا بدور يا اما اصلحها ازاي، يا هشوف واحده جديده. فهي بتفكر في حاجه ومتنكده بحاجه، وانا شايل هم حاجه تانية، يعني هي في حاجه وانا في حاجه. بص هي انا بدور على النتيجه. انا حساسه جدا. انا مش فارق معايا، انا انت اللي بوظتيها، هي باظت هي باظت. فانا طب انا عايز اشوف بقى الحل. طيب استاذ عمرو بيفكر في الحل، استاذ رنا قاعده في المشكله. اللبن المسكوب. فكره اللبن المسكوب. طلع أيوة. عندك حق. أيوة. في ايه اللي بيحصل؟ هو شخصيات بقى. في حد قاعد على اللبن المسكوب عمال يعيط، وفي حد يلا بينا نلم وهو بيحتوي ما شاء الله، يلا بينا يعني نمشي. انتوا مكملين لبعض، يعتبروا مش متطابقين بس مكملين. ابو حميد ايه اخبارك؟ نور اتفضل يا فندم. عريس المستقبل ده مهندس. هي طريقته المصالحه. ايوه يعني ان انا اصالحها. في بنات بتتصالح بسرعه فده بيعدي مشكله. زي طريقه المسقعه كده، حاسه طريقه المصالحه. في بنات لازم ابذل مجهود عشان اصالحها، ما بتتصالحش فنكد بنكد انا هنكد عليك اكتر. فده بيخلق مشكله طبعا. لكن البنت اللي بتتصالح بسرعه اللي هي الهينه الهينه دي كده بنبقى ايه، خلاص انا غصب عني انا هعرضيكي اكتر. بنت او ست او راجل، اي يعني ايا كان. في راجل بيتصالح بسرعه وفي راجل لا، لازم محايلات كتير. انا بحب الشخص اللي قدامي، يعني انا ممكن حقك عليا، طب انا بحبك، طب ما تزعليش، طب اما تتمادي في الموضوع انا هزهق. ما تعملش بقى بسنش في الحيطه. انا هزهق فهزهق هعمل مشكله. طب ما هو نكد، انت اوريدي منكد عليا، فنكد بنكد يلا نكد بقى، فده يخلق مشكله. ميار انت اللي بقى بتبدا اي نوع فيهم بقى لا على فكره لا، مجرد ما حد بنتفاهم ونوصل لحل وكده الموضوع بيتحل بسهوله. بس هو ايه بقى اللي بيخليني اتمادى في الزعل او النكد؟ ان الموضوع ممكن ما يتحلش بكلام. يعني مثلا انا قلت لك ما تقلعش هدومك وترميها على الارض، ما تقولش انا اسف وتقلعها وتفهم. انت عامل لي انا اسف ان انا عملت كده، بس انت كل مره بتدخل بترمي هدومك على الارض. صح. فانا اسف، انا مش عايز نزعل، يعني ده انت غريب قوي. تكرار المشكله حل المشكله. يعني احنا الفكره هنا ان هي تكرار المشكله بتحسسها بايه. هو على فكره هو بيحترمها.
هي خدتها في عدم الاحترام. انت ما بتحترمش وجعي او ضيقتي، لكن هو مش قصده كده، هو ما بيبقاش قصد يوجعك، بس هو عارف خلاص المشكله. طيب يعني هو انا قلت المشكله، هو شخصية اعتذر عنها يعني، رائع هو اعتذر جداً. يعني انت عارف انك غلطان بس بيكررها. بيكررها ايه هنا؟ ما بيكررها لان هو بقى الديفولت بتاعه ان هو كده، هو حد مهمل. ما هو خدي بالك، هي في شخصيات في حد عاوز يقهرها، تعودي على هي زي ما انا كده. الموضوع عند بقى عجبني، لا عندي ده حته ثانيه، لا عندي ده بحاجه ثانيه. في حته انت قلتيها مهمه، هتتعامل مع الصنع الغلط ده. في ناس بتعمل تراكمات، خدي بالك. في ناس طب انت عايزنا، طب ماشي، فتفضل حبسه جواها، ومره واحده تنفجر على حاجه تافهه جدا جدا جدا، وده غلط، وده من اوحش حاجه. ده تنفجر، يشتغل الهدوم وترميها، بسيطه على فكره. لا لا دي كارثه. لا لا مش كده الموضوع. لا انا عايزه اقول حاجه بعد اذنكم، يمكن حاجه بسمعها كتير من صديقاتي المتزوجات، من ضمن مشاكل النكد اللي هي مش عارفين يحلوها ازاي، فكره بقى غموض الراجل. هو عنده مزاج ان انا غامض في نفسي، انا معايا موبايل ومفيش اي حاجه غلط اللي بعملها، تيجي تقوله بتكلم مين ليه، او انا مثلا نازل خارج مع اصحابي عادي، خروجه بريئه، قاعده على القهوه ولا ايا كان، رايح فين، انت مالك. فهو هنا هو مش رايح يعمل حاجه غلط، هو كده بيحب يشككها. هو كده ده ايه ده بقى الشخصيه دي، سميها ايه؟ طب في شخصيه ما عندوش الامان ان هو يتكلم. ليه؟ لان هو يتكلم رحنا في مصيبه. هقول لك، طيب في راجل بيبقى خايف يتكلم من النكد، يعني مثلا هو في رجاله بتكذب، هي ليه بتكذب؟ عشان هي مش يعني لو بتهجم، بتهجم عليه من اول جمله. الله ينور عليك. انا رايح اقعد مع على القهوه مع اصحابي، فيتفتح له موال. طيب على فكره واحد صاحبنا امه ماتت فرايح العزاء، سكتت. النازله هي بيروح العزاء هو كل اسبوع يا فندم. فابتديت اغير عزوات كتير قوي. الفكره هنا فين؟ الست الذكيه جدا هي اللي تتقبل الصراحه، يعني خليك صريح معايا. هبه انت في ايه؟ والله ابدا انا فاكره هو انا لازم اتكلم معاه ودايما تاكد على النقطه دي، تقول اديني الامانه اتكلم. انت بتدي لعمرو الامان يتكلم ولا طبعا بيروح يحكي مع مامته؟ لا رنا دي غلبانه على فكره، لا لا عندها جلد ذات يعني. ما هو لازم يجي يحكي لي علشان الموضوع ما يكبرش يعني. هو لما اسمع منه مواضيع طبعا ما بتوصلش ان يبقى في حاجه يعني اللي احنا بنتكلم عليها، بس هو لازم احنا الاثنين يبقى في ما بيننا صراحه في اي حاجه. ده بيخلي ان مفيش اي حاجه ممكن ثغره تدخل لنا في علاقتنا ان هي تبوظها. حصل المره اللي قال لك انا فوت على ماما وتاخر وانت قلبت الدنيا، واديتلوش الامان يتكلم فعلا؟ لا لا بطل يتكلم ولا لا. الحمد لله في حوار. لا لا دايما في حوار، دايما في حوار. قولي يا عم حصل نتكلم. لا عادي ما حصلتش، بس برضو اكمل لحضرتك الحته بتاعت انا اقول وانا ما اقولش. هو برضو هو الراجل متعود على ايه؟ منصور هو جاي من بيت اهله، جوز وكل حاجه. هل هو في البيت كان حد بيقول له انت رايح فين وجاي منين ومش عارف ايه، ولا كان بيسافر مع اصحابه اللي يسهر هنا ومش عارف ايه؟ على حسب. فانا متعود مثلا 20 25 سنه او 30 سنه انا حدش بيقول لي رايح فين وجاي منين، مفيش استجواب، هو بيعتبرها زي فانا استجواب. فجاه مره واحده انت رايح فين وجاي منين، انا مش بعمل حاجه، بس انا مش متعود ان انا اقول انا رايح فين وجاي منين. حلوه، مش متعود. طب انت مش متعود في بيتكم يمكن مع الوالد والوالده، انت اتجوزت وداخل حياه جديده، ليه عاوز تأقلمها على اللي انت جاي بيه من البيت وما تتأقلمش على الطريق السليم الآمن؟ هو على الطرفين والله، هي برضو هي جايه برضو من بيتها، هي متعوده على حاجات معينه. انا مش عارفه تقابله في النص وتفضلش على فكره ان انا مثلا ايه رايح فين، مالكيش دعوه. وراجع من بره جايب لها ورد ماشي وكل حاجه وعلى راسي. معاك مين على التليفون؟ شغل. طب شغل مين يا فندم؟ ما تقولي شغل مين. لا خلينا نقول يا الحقيقه، بس يعني لما تعودي شخص 25 سنه حدش بيقول له انت رايح فين وجاي منين، ومجرد ان هو يتجوز بقى حد يقول له انت رايح فين وجاي منين، طبيعي جدا يحصل شوك. هي تبقى فاهمه مفتاح طبيعي وانا جدا. عادي شوك امتى؟ رنا كانت يا اما انت بقى حلو قوي السؤال ده. لما هي تديله يعني عارفه. أيوة. الراجل لو حب البيت مش هينزل، عشان بس نبقى واضحين. لا 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 انا اسفه. ايوه ايه فرفشه جوزها يرجع؟ مش فرفشه، بصي بس يعني انا شفت ستات عامله اللي لا يعمل في البيت الا حاجه واحده، هو غير الا حاجه واحده. طب الا حاجه واحده عامله كل حاجه اللي هو عايزه. يا سلام. اه والله عنده كل حاجه الا اللي هو عايزه. اه والله عارفه ليه؟ طب ما يقول. طب هقول يعني اللي بتعمل ثوابها ال10 شمع دي هترفض اللي هو عاوزه؟ هقول لك على فكره اوقات كتير جدا الراجل بيبقى عايزها تسكت، بس هي مش عايزه تسكت. عايزه تسكت بجد والله. يا جماعه يا هبه، في العكس بتبقى هي عايزه تسكت والراجل عايزها تتكلم. طب خلينا نقول ان رنا في الفصل كانت بتقول لي قالوا لي قبل الجواز وسقف توقعاتك كان حاجه، وفي حاجات على ارض الواقع لقيتيها مختلفه، ولا زي ما قالوا لك؟ لا خالص، ان يعني دايما
حتى انا عديت مع ده بعمر ان احنا فتره الخطوبه كنا حاجه وبعد الجواز كنا حاجه. اللي اكتشفته ان احنا بعد الجواز احنا بنفهم بعض اكتر من الخطوبه. يعني دايما بيقولوا ان الخطوبه دي اكتر وقت الاثنين بيتعودوا على بعض أكتر. لا بنعرف بعض، مش بنفهم بعض لا. اكتر بنكتشف. هو الموضوع العكس تماما، ان احنا قبل الخطوبه ما كناش فاهمين بعض، او في حاجات احنا مش مستوعبينها، مش فاهمين هنتعامل مع بعض ازاي. بعد الجواز لا الموضوع بيختلف. بتتعاملي مع الاختلاف بينك وبينه عشان هو واخد على طبيعه حاجه و20 سنه بتتعاملي مع المشاكل اللي كانت في الخطوبه كانت اكتر مش عارفين نتكلم، كل واحد هي بتشتغل وانا بشتغل، نرجع اخر اليوم مفيش نتقابلش كتير. انتوا ما اشتغلتوش فتره الخطوبه صح؟ فما نتقابلش كتير، وكان ساعتها كمان ايام كورونا، فلا كان في فتره كده اللي هو انا اصلا ما بشوفكيش. طب ما ده عمل بعد الجواز في صدام في بعض، كنا خايفين في اول فتره في الجواز هو احنا هنتعامل كده نفس الشكل ده كده، كل واحد في حته، طب انا خلاص افضل في بيتي وانت افضل في بيتك وخلاص. ف وبرده يعني هو اسلوب التعامل مع كل واحد مع التاني هو اللي بيخلي ان هو يعني ايه هنعدي لبعض ولا لا. ايه الحاجات المشتركه بقى اللي قربتكم؟ يعني مثلا هوايات مشتركه لا خالص، يعني تقريبا تلعبي معاه جيمز ولا تعملي ده واحد قاعد كان لوحده؟ لا احنا مختلفين عن بعض خالص، بس هو يعني هو ليه الزوم بتاعته وانا ليا الزوم بتاعتي، فهو كل واحد قادر يسيب لنفسه الحته دي مساحه وسبيس بالظبط ويقبلها. ان كل واحد يعني انا مبسوط قوي بالقصه. لا احنا دايما نقول لك ايه، عايز اللي شبهي، عايز اللي شبهي دايما، بس احنا بنتكلم على نموذج هو مختلف، بس احنا اتنين قابلين. لو الاثنين بيكسروا في المكنسه وبيكسروا في البيت بتاع الدوله بيكسروا الكوبايات ليه؟ عايز ليه دلوقتي مثلا اديكوا اولا احنا صفحتنا عليها ما شاء الله تعليقات كتيره، بس كله متفق معانا تقريبا، واغلبهم بيقولوا فعلا ان الراجل هو سبب النكد زي ما انت قلت بالظبط، ان الراجل سبب النكد. انا قلت كده مثلا هديكوا امثله لطريقه الست. انا بقى بعترف ان في ستات فعلا ما عندهاش ورجاله اسلوب التعامل صح. الطريقه نفسها هي اللي ممكن تخلق نكد او ما تخلقش نكد صح. واحده تكلم جوزها وهو في عز شغله بتعيط وبتصوت و و و طبعا الراجل قلبه بيقع او قلبه هيقف، هو حصل فاكر ان حصل مصيبه، يطلع مثلا ابنها ما سمعش الكلام، الان هو في ديت نعم ايه دي لا يعني دي كانت مرفعه لا دي كارثه هتعمل اكل ازاي. او راجل مثلا يبقى راجع من بره ضرب الجوز المتين، هو عنده مشكله فعلا في الشغل وليه الف حق، بس ما يديش فرصه يقول لها حتى من غير ما يحكي تفاصيل، سيبيني شويه عشان عندي مشكله وهنتكلم بعدين. الطريقه الاسلوب والتواصل ده موجود في الاثنين، في الراجل وفي الست. سالت سؤال من يومين ثلاثه على الصفحه عندي، فقلت ايه اكتر حاجه ممكن نعملها عشان ننجح العلاقه؟ فالناس ابتدت تكتب تجاهل، واللي كتبوا يعني كتبوا حاجات كثيره جدا. انتوا تعرفوا من اجمل الحاجات اللي انا استخدمتها ونفعت وبقت رائعه جدا، عارفه ايه؟ ان كل واحد فينا يصحى الصبح يسال التاني سؤال واحد، ايه مطلوب مني اعمله لك النهارده؟ السؤال ده السؤال اللي بيتسال، ايه اللي مطلوب مني اعمله لك النهارده؟ عارفه ليه؟ لان اوقات كتير جدا احنا بنعمل حاجات الطرف الثاني مش محتاجها. بنحبه ده بطريقة. حلو قوي المفتاح ده. احنا ده لا 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 مش بنحبه، الراجل هيقول لك اي حاجه يعني أي مثلا حاجة. يعني زي تاكل ايه كده؟ لا أي حاجة. بس هي الفكره فين؟ لا لا بص هقول هتاكل ايه ده بيزعل. لا 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 سؤال يعني ده انا ممكن يبقى سبب كبير قوي من ان انا ابقى شخصيه نكديه علشان انا بسال هناكل ايه النهارده اي حاجه. لا 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 اي حاجه عندي اجابه هقول لك، انا مش عاجبني الاكل اهو. بصي ده السؤال ده بجد بجد السؤال اللي انا قلته لكم اللي هو انت مطلوب مني ايه، بس مش بعيد عن الاكل، بيخلي الراجل عنده الوعي والست عندها الوعي ان هو يدخل جواه يعرف هو محتاج ايه بجد. طب لو لا قدر الله الطرف الثاني ما عندوش دم ولا احساس، وانا جيت خدت المبادره وصحيت الصبح رغم كل المسؤوليات اللي انا شايلاها طول اليوم وصحيت صباح الفل يا حبيبي اخبارك ايه، نفسك في ايه النهارده اعملهولك؟ قال لي اي حاجه. انا بقول لك ايه بقى، انا ما فوقتش لسه عشان قلنا السؤال ده ممنوع يا هبه رد فعله. لا مش على الاكل، الراجل بيعذب مش رد الاكل رد فعله فعل هو ما فوقش لسه، فرد فعله بقول لك ايه بقى بنزلي من عند انت وراكي حاجه، انت عاوزه فلوس. طب ما هي يعني فين بقى وانت تفتكري البق اللي قاله ده في اول يوم تاني يوم جواز ولا خد فكره عنك؟ ده خبط في قلبها. ايوه خد فكره عنك وطريقتك واسلوبك صح. ان انت لما هقول لك يا هبه ثانيه بس لما تبتدي انت حضرتك اللي لما بتعوزي تقدمي حاجه بتبقي ليكي طلبات فيبقى يجي الراجل تقولي له صباح الخير يا بيبي عايز اعمله لك، فعارف ان انت جايه طالبه حاجات صح ولا اوتوماتيك بتعرف الكثير. طب عايزه اروح لميات شويه بقى كده الرجاله دي لهم حق ان انا لو قررت تغير العيب ده اللي فيا يديني فرصه. لا 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 متفق ان احنا هنغير بقى، تقولي له قبل ما تغير له انا جاي اضحك على عقلك النهارده. لا لا تضحكي ليه؟ قولي له بص احنا نتبع اسلوب جديد وانا اوعدك
هتعامل معاك كويس ومش بعديها طلب. خدي بالك الكلمه دي تريح رجاله كتير قوي. بكره النكد بكره هخش انام وبعد كده هو انا 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 هقول لك كلمه حلوه ومش بعديها طلب بسبوسه. فكرتني بايه؟ ميار يوم السبت ولا الجمعه، فجت ما نكدتش الجمعه وما نكدتش السبت بس قعدت بالليل تقول له بكره النكد بكره النكد. طبعا لازم تتسلى. ميار انت الايد في الميه مش زي الايد في الميه، انت لسه بره وبتقولي يا جماعه لازم يتفهموا مفاتيح وبتاع. من خلال صفحتك بتشوفي المشكله طالعه منين بالظبط؟ ساعات ما بنبقى على ارض الواقع. والله من الرجاله فعلا، يعني كل الستات دايما عماله إيه؟ بتشتكي من الرجاله، من الرجاله عشان هي صفحه ستات. ايه ايه والله بقول لك على حاجه مش صفحه ستات يا ميار. يعني ايوه بس صفحه ستات في رجاله على فكره بتدخل تعلق لان هي بتحب تتدخل في امور الستات. طيب الفرق على فكره بقى في التعليقات ستات وعامله ستات وعامله فيك اكتر. الفرق في الرجاله بقى على فكره في ستات بتعترض عليا تقول لنا المشكله ايه وهو بيرد. يعني في ستات بتعترض، الستات اللي بتعترض على فكره هي بتقول الكلمتين وبتاخد بعضها وتمشي. الرجاله بقى انا داخل حرب، انا هقعد اطول لساني وهبقى هجومي وهي الموضوع هيتحول معايا لصراع. فبص طريقه دي دي معترضه وده معترض، بس هو الموضوع بالنسبه له خناقه، هو هينكد عليك عشان انت على حسب. في ستات برضو مش عارفه يعني عارفه ايه. في ستات بتبقى معترض عليا كتير بس الطريقه مختلفه تماما. على الطريقه هقول لك ليه الراجل بيعمل كده ودي لازم نقولها. يوم ما الراجل يكون الشخصيه اللي انت قلتي عليها اللي عامل كده ده بيبقى شايف ست ذكوريه اكتر منها انوثيه. الراجل لما بيشوف انثى ساكته ما بتتكلمش صدقيني بيرجع 10 خطوات ورا. يعني عايز تقول ان الصوت العالي بيضيع من المراه والنساء؟ انا ضد الصوت العالي بيخليني قاعد مع صاحبي في البيت. لا انا ما بقولش ان الصوت يبقى عالي طبعاً. بس يبقى في نقاش. في رجاله كتير على فكره ضد ان الست تقول هو انا بس عايز اقول لكم رايي ويبقى ليها. كل التعليقات اللي جالنا على الصفحه كل الرجاله بتقول الست هي سبب في النكد وكل الستات بتقول الراجل هو سبب في النكد. عشان ما فيش حد عنده الجراءه ان هو يقول المشكله فعلا فين. لا مش انكار، امال انا شايفها من وجهه نظر ان انت السبب وانت مش عليا. مش انت زي رنا بدات الحوار قالت انا بعمل. ما هي رنا عندها تصالح مع النفس. انا ما عنديش مشكله ان انا اقول ده. أيوة. بس احاول اصلحه، بس ما بقاش ان انا بقول لا هو اللي عنده السبب وابقى انا يعني بزود الموضوع اكتر. فالموضوع هيؤدي ان احنا ما هنبقى في بيت. عارفه رنا انت كام في المليون؟ عارف لا 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 انت كام في المليون؟ وبتلاقي كده هو بيحبك. طب اقول لك على المفاجاه بقى. اتفضل. انت عارفه رنا ليه كده؟ لان عمرو ما بيلومهاش ما عملهاش جلد ذات عشان يقول لها ما تكبريش الموضوع. برافو عليك. يعني البركه في عمرو. طبعا اساسا شفت. لا رنا طبعا ليها دور. بس خدوا بالكم بس امتى بنعترف؟ لما الطرف الثاني يحسسنا بالامان ويقبلنا. لما نكون غلط يعني هو اداها الامان. هي دي الفكره. هي لما قالت انا نص اللي جاوبه عندك او الناس اللي قالت هو ليه؟ لان هو طول الوقت ما جبتيش العيال ليه؟ ما عملتش لوم وجلد ذات. لوم وجلد ذات انا اضعف من ان انا اعترف بغلطي. حتى لو انا صاحبه، حتى لو انا شايف ان انا غلط، فبتلام بنشاور على بعض. رنا اول ما قعدت لان عمرو انا قابلك بغلط. يبقى جميل قوي انت حطيت ايدك على حاجه مهمه. اعترف بالغلط واقول تصدق ان عندك حق، تصدق ان انا المره الجايه مش هعمل الحكايه دي. حسيت انها بتضايقك قوي. انا اسفه ان انا ضايقتك. الاعتراف هنا شال. انت تعرفي الراجل هنا مش كبير خالص. انت كده عملتي له ايه؟ عارفه سكته اللي هو يعني انا ابوس دماغك بقى ساعتها مهما انت غلطانه. مشكله بعض الناس الاعتراف ده ايه؟ بعض الناس بتستغله ضدك انك بعد ما اعترفت عندك حق تصدق تيجي بعد كده في مشكله ثانيه مش انت الغلطان تقول لك لا ما انت فاكر لما انت اللي قلت انك غلطت كذا. مين بقى بيعمل كده اكتر؟ انا بس عايز اضحك يا منور والله. لا انا عايز اقول لك المهندس احمد يمكن هيخاف كده من الجواز. انا بس عايز ارد على استاذ حاجه. الراجل اتنكد كده دلوقتي من قلبك بره دي. ما انا هقول لحضرتك حاجه مردا عليها. هي بتقول ان في رجاله ما بيحبش تاخد راي ستاتها في حاجه فده بيعمل مشكله. ما بتحبش ان هي تتكلم يبقى ليها راي مش تاخد رايها. لا, لا يعني تتكلم يعني شخصيه حاجه. الراجل هو اللي بيحب يعني يتصرف في كل حاجه. اولادنا مدارس ايه فهي تقول انا عايزه كذا. لا انت يعني ايه تقولي انا مناسب ليا كذا 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 وما تتكلميش اصلا يعني اول ما هيسلمك ليه يا فندم. فكره ما يبقالكيش راي دي اللي هو. وفي ناس على فكره رجاله بتستغرب هو انت بتتكلمي كده ليه؟ ده احباط كده من الاول. تعلم صوتها. لا انت ما تتكلميش اصلا. تفتكري الحياه دي صح يعني احنا مكملين؟ لا لا لا. تفتكري الست اللي قاعده كده ليه؟ يعني اللي قاعده مستحمله ان هي ما بقاش ليها راي وقاعده مالهاش شخصيه. عليها كتير بقى دي عايزه حلقات عشان هي عارفه ايه من غيره. ممكن مش حاسه بالامان من غيره.
يعني قبل احنا لسه هنختم عايزين ناخد كلمه من كل واحد بقى عشان انا عاجبني الصراحه اللي موجوده في الصالون ده والله من اجمل الصالونات اللي انا حضرتها في الصراحه فيها صدق وفيها صراحه وفيها يعني ايثار فيها ايثار فعاوزين منكم يعني كلمه الاخيره واكتر حاجه بتضايق كل واحد عشان التاني يبطلها بالنسبه لنا بقى نلف كده من الستات ونختم مع الستات الاول مفيش هو اكتر حاجه بتضايق من الراجل ان هو يبقى بيتعامل مع الموضوع ان هو بسيط ويعني ان لازم الرجاله تفهم ان احنا ممكن حاجات صغيره تضايقنا وبالنسبه لك تبقى انت شايف ان دي حاجه تافهه ملهاش لازمه بس بالنسبه لنا احنا حاجه كبيره بتيجي على الهيفه وتتصدر الستات احترم وجع يعني احنا ربنا خلقنا ممكن نتاثر بحاجات صغيره جدا ان احنا لو شفنا قطه في الشارع ممكن تصعب علينا بالنسبه له يبقى عادي هو شايف ده مبالغه قوي بس ميار انك تبقى راجل افعال لا اقوال وتفهم مفاتيح الله عليك بس يعني صالحني للافعال مش بالكلام مش بالورد يا وتفهم طريقتي ايه في الصلح مهندس احمد توقعاتك ايه يعني من المشاكل اللي بنقابلها هيفسخ الخطوبه لا بعد الشر والله ان احنا ممكن اوقات بنحب الاهتمام في وقت معين ممكن انا فتره الشغل انا مش عايز منك اهتمام ما ترفعيش عليا سماعه التليفون اعرفها بس الوقت يا فندم مش هتفضل يعني اعرفها الوقت بس احنا ممكن راجل يحب الاهتمام بزياده في راجل تانية لا اللي هو خلاص كل ان احنا نعرف نعمل كوميونيكيشن مع بعض ده بيريح جدا وبيخلي العلاقه ناجحه تمام استاذ عمرو بالظبط ان احنا نحاول نتقبل بعض ونفهم بعض هو ده هيحل مشاكل كتير ان كمان نبص الموضوع نكد سواء الراجل او الست ليه يا جماعه الدنيا بسيطه واهم يعني حاجه تفرقوا بعض ما يعني الله. يعني ليه ننكد على بعض وليه قاعد متضايق طب كسر يا بنتي في الحاجه في البيت ولا لا هو مش كده وكده برضو بس يعني الدنيا بسيطه يعني بالظبط يعني خلينا نعيش يعني خطوه ايوه اتفضل طب هي فكره ان الدنيا بسيطه اللي عمرو قالها هي بسيطه صح بس من بره حاجه ومن جوه حاجه ثانيه لان احنا كلنا خارجين من شويه تدخلات جوانا وان ان 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 حد مش قادر يتكلم على اللي جواه وحد مش عارف يتكلم على اللي جواه وحد ما عندوش الجرأه ان هو يتكلم على اللي جواه هي الفكره هنا ان احنا محتاجين نشتغل على نفسنا احنا قبل ما نخش نبذل مجهود التواصل والتغيير في نفس الوقت خدي الكتالوج بتاع جوزك وانا اخد الكتالوج بتاعك بالظبط كده بنشكركم جدا شكرا جزيلا صالون رائع ومحترم وبنحترم كل الاراء مع الاختلاف وكبد وكلاوي بعد الفاصل الشيف محمود مع هبه الاباصيري على الطريقه الاباصيريه ايوه الطريقه الاباصيريه بعد الفاصل هبه وشيف محمود ومرة تانية رجعنا كل حضراتكم بعد الفاصل ووصلنا لختام البرنامج طبعا مع شيف محمود سعد ملك المطبخ منور الدنيا كلها النهاردة أنا ده نورك بس النهاردة شيف محمود سعد جاي يتدلع أنا دي حقيقة ويشرف واتعشى أو أتغدى أنا استأذنت وقلت لك شيف محمود النهاردة أنت بما أنك ناوي تعمل كبده والكلاوي ما تديني فرصتي يعني اثبت ان انا مش فاشله في المطبخ واعمل لهم الكبده والكلاوي بالطريقه الاباصيريه هي الطريقه الاباصيريه دي يعني شيقه جدا انا مش عارف هي يعني بصوا هي جابت كبد انا بسلم عليكم طبعا منوره اباصيري الله يسعدك يا رب بنورك يعني هي هتعمل كبد وكلاوي في طاسه حلوه بالثوم والحركات وانت هتعمل الحلو يا حلو وانا بقى جايب بطيخه وبعمل شويه ايس كريم بطيخ الله والله العظيم اختراع اختراع نكسب وقت بقى عشان يلا انت زيتي كويس احنا هنحط المقادير ولا انا اقولها لكم كده واحنا شغالين انت وانت شغاله بالبركه لان انا بشتغل بالبركه طيب هو مبدئيا الشيف محمود سعد ايه هيعمل بطيخ حلو عشان يطري على الكبده المشطشطه بالكلاوي اول حاجه بنحط شويه الزيت كده صح ولا ده مش زيت ده مش زيت استني يا بصير في ايه معلش هاتي كده ده مش الزيت لا انت خدتي الجنب التاني زي الفل شويه الزيت قولي كفايه قوي ماشي شويه الزيت وانت بس انا عايزه احط دي عشان ما تتلخبطش عشان ايه بعد ما حطينا الزيت ايوه ونسيبه يسخن احنا عايزينه يبقى بيسموها ايه يقدح يقدح استني يا بصيري ما تستخدميش البتاع اللي معاكي دي انت عايز توقعني انت هتوقعني طيب ماشي اهو بنزل بتوم كتير بالبركه نقول مثلا معلقه كده توم تش 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 كده على طول ايوه بسم الله هو شيف محمود سعد اقترح ان انا احط بصل ماليش فيه قوي في الكبده بس مش هنقول لا مفيش حاجه هتقول لا شويه بصل كده بس للنكهه بتاعتك انا بس قلت بصل ليه لان في كلاوي والكلاوي بتحب البصل شويه الله عليك. شويه اول حاجه طبعا احطها قبل الكبده هحط الكلاوي عشان بتاخد سوا اكتر شويه من الكبده والكلاوي متقطعه صغيره كده ويا سلام بقى لو في شويه الحلويات اللي عند الجزار دول هو عارفها
بتبقى شويه حاجات كده مقرمشه مدهنينه في نفس الوقت. ايوه بتبقى خطيره. والثوم مع الزيت مع الكلاوي والله العظيم يعني موضوع كبير. حته حلوه قوي. انت بتستني عليها دقيقه كده على ما تتشوح شويه الكلاوي، تاخد لون وتتشوح وتبدا ايه اكنها هتدخل في السوى، لان الكبده بتاخدش وقت. هو المشكله في الكلاوي انت بتستني عليها دقيقتين يعني. دقيقتين ثلاثه بالبركه. بتحط لها توابل بس مش دلوقتي ماشي يعني. في التوقيت إيه؟ اللي انت بتشوحي فيه الكلاوي يا هبه. أيوة. انا كل اللي انا محتاجه بطيخه. أيوة. تكون متفصصه. البطيخه المتفصصه دي بناخدها نحطها في الشفشق الخلاط، يعني زي ما احنا شايفين كده حوالي ربع بطيخه. مش مهم ان هي تكون مجمده، المهم ان هي ما يبقاش فيها بذر. ماشي، نشيل كل البذر منها، ولو في بذرايه ولا اتنين مش هتفرق، بس في الاخر نتخلص من كل البذور ويبقى الشفشق مليان عندنا كده. واحنا ماشيين معاكم بالتوازي، الصنف الحادق اهو شغال معانا، والصنف الحلو اهو. والله الصنف الحلو اهو والله هو ده الصنف الحلو اهو. انت شايف محمود. وبعدين بعد ما قشرنا البطيخه وفصصناها وحطينا البطيخ قطع البطيخ من غير بذر في الخلاط، نحط كوبايه لبن ماشي. وكمان كوبايه كريمه. طبعا احنا عاوزينها تاخد لون كده ايه، تحميره شويه. ونص كوبايه من السكر عشان البطيخ مليان سكر، ومعلقتين كبار من الكريم شانتيه. وعشان المزازه بحط عصره ليمون. الفكره في استخدام الحليب والكريمه في البطيخ عشان البطيخ كله ألياف، لما بيجمد من غير الكريمة بيبقى مفتل. أما لو في كريمة نص كوباية مع كوباية الحليب بيخلي الموضوع كريمي ويدوب مع بعضه. أنا على فكرة ده حل عظيم لو جبت البطيخة قرعة ما ترميهاش. هنزود السكر. أيوة طبعا. تبقى زي الفل. ممكن نقطتين لون طعام أحمر يظهر الموضوع. تمام. أنا طيب. شامم روايح. أنت هتضرب الخلاط؟ الايه؟ لحظه قبل الخلاط، احنا نعتبر انها ايه خدت لون، بس احنا يعني ممكن لو في وقت كنت شوحتها اكتر من كده. ماشي تمام. انا مش هحط لسه غير شويه فلفل اسود بس. ماشي. عشان اي زفاره في اي انواع لحوم تبقى ايه اتعالجت الى حد ما، بس لسه هزود فلفل اسود تاني وممكن شويه كمون، وبقيه التوابل والملح هنخليهم للاخر. الطريقه الاباصيريه دي طريقه كل ست مصريه. الله يساعدك. طبعا يعني ما عندهاش وقت ورجعت متاخر وفي زعيق عشان الاكل يجهز. طبعا الاسكندرانيه لو شافوني حطيت بصل هيقفشوا عليا، بس كل شيخ وله طريقه. لا الاسكندرانيه بيعملوا كبده بس، ما بيعملوش كبد وكلاوي. ونزلنا بايه؟ نزلنا بالكبده. انا احب اصفي الكبده شويه قبل ما احطها في الطاس عشان اي سوائل زياده تنزل منها. اباصيريه اباصيريه يعني. يعني اي خدمه. طيب رشه كمون بقى. لسه حاضر بس بتديني 30 ثانية هنا؟ اسيبها بس تريح في الطاسة. ماشي تاخد نفس. خلاص كده؟ أنا خلاص، هي الموضوع كله ببساطة. وعندي هنا بولات جميلة جدا ولونها حلو. احنا معانا قد إيه وقت؟ طيب حلو قوي. لو برضو إيه في وقت زيادة كنت حاسبهم يتشوحوا مش يتحروقوا، بس ياخدوا لون اللي هو اللي مدي على لون البني لون البلوزه كده، شايفينها؟ احب انا المطبخ اللي يبقى لايق مع الانتريه. هنحط بقى ايه؟ سبيل اوف لاف، يعني مش عارفه بالعربي يعني ايه هو. يعني حب الايس كريم، محبه لاهل البيت كده. سلام. ده ايه دول؟ بسم الله. ده الكمون. كتروا كمون يا جماعه، الكبده والكلاوي يموتوا في الكمون. الموضوع هنا موضوع جامد. احنا خلصنا، احنا معايا ست بيت شطوره. وكمون وفي دلع وفي حركات. فلفل اسود، انت عماله تعزفي. سبيل اوف لاف دي يعني تعويذه الحب. ولو انت بقى حابه اهل البيت والاسره ومش متخانقه معاهم وضربه يعني خناقه ومن كده وبوز وكده، يطلع الاكله احلى كمان مما ممكن تتخيلي. حطينا فلفل اسود وكمون، زود بقى شويه كزبره ناشفه. ماشي شويه كزبره ناشفه. زودي. وفي كزبره خضراء. زودي شويه كزبره ناشفه. والملح بقى، بس انا باخر الملح لاخر لحظه. ايوه صراحه عشان ما ينزلش سوائل كتير من الكبده والكلاوي. ماشي. صح يا شيف محمود؟ طبعا صح. ارده انا برضو ارده. عروبه. الله اكبر عليا عروبه. طيب هيبدا بقى ايه، نسيبهم ينزلوا ميتهم وتشرب الميه، نقوم مغطينها. هتنزل ميه اكتر في اللحظه دي، لما تنزل ميه اكتر كل السوائل اللي جوه الكبده والكلاوي نكمل بقى ايه بقيه المقادير. انت اعملي انت كملتي وصفتك الفلفل حلوه. الفلفل ما بنحبوش. انا اسفه على قطعتك. الفلفل ما بنحبوش مستوي ومهري، فبنحطه في الاخر عشان يبقى كرانشي مقرمش. فلفل حراق بقى يا سلام. شويه ده بقدونس ماشي، بس انا عايزه كزبره، شويه كزبره كتير خضراء. كل دي كزبره خضراء؟ عيب عليك تشتري مني. نقطه خل ماشي.
هبة بتعزف. بسم الله. بتعزف. الملح بتاعنا بقى سبيل اوف لاف. ونقلب كده تقليبه حلوه. الله الله على رايك. الالوان الالوان محمود. حلوه هبه وواصله لي وطالعه شكلها شكلها حلو قوي. لسه بس لما ادوق طبعا لو شويه مخلل. انت بتاكل ايه؟ انا حطيت الايس كريم في الفريزر لمده 3 ساعات. وانا بصي شايفه البوله عليك. الكبيره دي سايب لك بوله كبيره جدا هنا. طيب الله عليك. وانت طبعا طلبتي شويه فينو حلوين يا هبه عشان ال عشان انا ما بحبش الاكل دي مع رز. اخر حاجه بقى الملح. نظبط الملح بتاعنا كل واحد على حسب ذوقه في الملح. انا ما بحبوش ده كتير ولا قليل. ونقلب كويس قوي قوي. لازم يبقى في الطاسه فيه من تحت شويه جوس المرقه بتاعت ال بصوا يعني لو بس يجي معايا الكريم كده. الله بصوا اللزلزه دي هي اللي بتعمل صوص. هي اللي بتعمل الصوص في الساندوتش. ما بنحطش طحينه ولا بنحط اي حاجه. شويه شطه وشويه فلفل. الله. فين الفينو بسرعه اخر فندق. الله وراك يا ام. ايوه برافو يا هبه. فين السكينه؟ اهي تمام. تا 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 كده. أروبا أروبا وشاطره بسم الله وعندها طاقه كده. الله 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 يا سلام. ان البابا ما تتشالش. ان البابا دي بتشرب الصوص. شويه جرجير شويه جرجير تحت كده. ايه بقى انا ده الطقم باظ. يلا مش مشكله الانتاج هيعوضه. يا اختي يلا بسم الله. تن تن تا ترت تا. حد يشاركني في عربيه كبده يا جماعه. يلا بينا. انا هاتي الطبق ده كده من اخر حاجه نسيتها انا اسفه. الليمون. هاتي الليمون عصره مع اللقمه والليمون. أيوة. في الاخر ونطفي النار لان الليمون ما يحبوش يغلي. برافو عليك يا بصيري بجد والله. يعني شرفتيني النهارده في المطبخ وخليتي الناس كلها تشوف مهاراتك وقد ايه لهلوبه لهلوبه وسريعه وشطوره. والسندوتشات طالعه حلوه والايس كريم طالع جميل. فيشكر فيها تسلم ايدك ان انت اديتني الفرصه دي. انت 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 ست بيت شاطره. ربنا يخليك. والحاجه ريحتها حلوه وجميله. انا اللي بشكرك على المهارات الحلوه دي. اهم حاجه في الطبخ ان يبقى طالع بحب. حبوا وسموا وقولوا بسم الله. يعني اللي هيطلع كله هيطلع حلو. تسلم ايدك. تسلم ايدك. بكره ان شاء الله يوم جديد وحلقه جديده. جربوا البطيخ ايس كريم وجربوا الكبده وكلوا بطريقتنا واكتبوا لنا على الصفحه طلعت عامله ازاي. وسلام عليكم.